فخليني أبدأ by introducing myself to everyone. أنا محمود بشير، أنا Franchise Medical Lead لNeuroscience and Ophthalmology في نوفارتس مصر، ومسؤول عن Neuroscience Franchise في المية as a MIA Lead كمان as a side job. وبجد النهاردة مبسوط جدا 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 جدا، وأي جاس مش أنا لوحدي، حضراتكم كأتنديز وحضراتكم كبانلست مبسوطين إن إحنا نتحرك مع جامعة القاهرة في الأس بي إم إس فوياج في الويف الثانية في very short time، بيثبت قد إيه جامعة القاهرة يعني دايما سباقة ودايما في ريادة when it comes to real education، و يعني فعلا sense of patient drive عالي جدا 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 في topic مهم جدا زي الأس بي إم إس. very recent topic فيه updates كل يوم، topic فعلا still فيه gaps إحنا محتاجين to manage عشان نوصل لهدفنا الأسمى، وهو managing الأس بي إم إس patients على قد ما نقدر بالصورة اللي تساعدهم وتخليهم إن شاء الله يا رب يوصلوا لأحسن outcome ممكن by the management اللي بيحصل من حضراتكم. الويف النهاردة هي الويف الثانية، الويف الأولانية كنا عملناها يوم 23 مارس لو حضراتكم فاكرين، وكاننا مسميينها Act Wave. وفي الأكت ويف كان الأوبجكتيف بتاعنا to act as early as possible on the signs of progression، ونبدأ إن إحنا نلحق عيان الأس بي إم إس من بدري، وده عشان يحصل بنتكلم النهاردة على السكند ويف وهي الأيدنتيفاي. أيدنتيفاي اللي هي السكند ويف فيها we really need to focus على مين هم فعلا الأس بي إم إس population، مين هو الأس بي إم إس patients، وفي ساعتها right actions لازم تتاخد once إن إحنا نقدر to identify the patient ده. النهاردة معانا يعني فعلا أنا بشكر كل البانلز النهاردة والسبيكرز اللي موجودين معانا اللي هيقاد الفاليو اوف اكسبيرينس اللي موجودة عندهم and the value of knowledge، وجد بشكرهم كلهم. يعني I will hand to دكتور حاتم سمير to introduce them. طبعا دكتور حاتم غني عن التعريف، ويعني أنا personally بشكره لوجوده معانا في many of educational activities. الفاليو بتاعته في أي meeting is really unprecedented ولا يمكن تعويضها بأي طريقة. Thank you دكتور حاتم حيك موجود معنا النهاردة و the floor is yours. شكرا قوي، شكرا قوي دكتور محمود، ربنا يخليك. و تهيألي أنا مش عايز أقعد أعمل مقدمة كتير علشان أنا متشوق أسمع الحقيقة المحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا الحقيقة I'm honored إن أنا أبقى موجود كمودريتور في الويف الثانية من الرحلة التي يعني نرجو أنها تسبر غوار البحار في الـ SBMS. معنا الحقيقة النهاردة ثلاثة من الناس الواحد يعني بيحب يسمعهم وبيستمتع بمحاضراتهم، دكتورة ساندرا أحمد، دكتورة نيفين محي، والدكتورة نرمين عادل. إن شاء الله الويف دي هتتكلم على شوية practical part. الويف الأولانية كانت بتتكلم على شوية حاجات basic، نقول فرشة أساسية لمعرفة العيان. في شوية يعني داتا كده كنت عايز أخد insights من الأتنديز اللي موجودين. أنا شايف يعني أسماء الحقيقة في ناس أعرفها وبتشرف إنها معانا، دكتورة أمال متيم، دكتورة أماني، دكتورة إيمان، دكتورة إيناس، دكتورة منى، مش هنسى حد طبعاً، لكن الحقيقة أهلاً بيكم جميعاً. ففي كم يعني سؤال كده هنعملهم في شكل سيرفي، وياريت حضراتكم تشاركوا معانا في البول دوت، بمجرد أن حضرتك هتدوس yes or no أو الإجابة اللي حضرتك شايف إنها مناسبة. الحقيقة دي جزء من الـ يعني القصر العيني بيحاول يعمله كإنسايت، إزاي نعدل نفسنا وإزاي نشوف الـ يعني الفيدباك والفاليو الساينتيفيك فاليو اللي اتقالت، إزاي ممكن نعدل نحسن نطور نفسنا. إحنا مش بنقف عند حاجة معينة طول الوقت، الواحد seeking more and more satisfaction للأتنديز اللي بيحضروا المحاضرات، والواحد طول الوقت عشان يحضر محاضرة بيبقى على قد ما يقدر بيحاول يغير، يحاول يجدد علشان ما تبقاش الأمور مملة. ده رقم واحد. الحاجة التانية يبقى فيه value، مش بس science، مش بس معلومات بنقولها،
وده اللي الواحد الحقيقة نفسه ان هو يعني يوصل لكل الناس الاتنديز. ممكن نبدأ دكتور بشير السيرفي اللي هيقدر يعمل بس شير للسيرفي. هو ده اول سؤال. احنا يعني حضراتكم مين من حضراتكم حضر الفيرست ويف في الـ SPMS Voyage؟ لو نقدر نجاوب ونسبميت الإجابة بتاعتنا. حضرتك تختار Yes No حسب انت حضرت ولا لأ وبعدين تسبميت. ناخد Insight كده. طيب يعني اتليست تلتين الحاضرين كانوا حاضرين معانا الويف الاولانيه، بشكرهم جدا. السؤال الثاني ممكن السيرفي. هل يعني ساتسفايد او مودريتلي ساتسفايد ولا مش ساتسفايد خالص من الويف؟ بكل حياديه الحقيقه، علشان زي ما بقول لحضراتكم احنا محتاجين طول الوقت الديفلوبمنت، نديفلوب اور سيلف، والسيرفي ده الحقيقه هيفيدنا قوي. ناخد انسايت. تمام، برضو متشكرين جدا. مفيش حد مش ساتسفايد خالص، يعني كتر خيركم، متشكرين على الكومبليمو ده. ممكن اللي بعده. ازاي بقى حضرتك هتبقى confident انك تابلاي الداتا ديت في البراكتس بتاع حضرتك؟ يعني انت المعلومات اللي حضرتك سمعتها هل هي applicable انك تطبقها وبثقه شديده جدا انك تقول العيان الفلاني ده عنده SPMS، العيان ده داخل في SPMS، العيان ده مختلف عن CIS او الايرلي ام اس، ولا لسه في يعني محتاج داتا معينة تعرفها عشان تبقى more and more confident في الـ decision making بتاع حضراتك؟ يعني نشوف بقى دلوقتي. ممكن تمام which is logic، يعني محدش فعلا بيبقى highly confident خالص من وجهة نظري. يعني الواحد ما بيبقاش highly confident بتاتا مع العيان unless ان هو شافه retrospective. يعني دايما الواحد بيبقى confident لما الداتا كلها تبقى available قدامه retrospective، لكن وهو ماشي مع العيان prospective لا طبعا ال confidence rate بيبقى قليل وبيزيد مع الوقت. I think دي إجابة كانت more يعني عملت لي satisfaction الحقيقة قوي لأنها لوجيك. ممكن السؤال اللي بعده. من الكلينيكال براكتس بقى، أكتر حاجة بتبان في العيان الـ SPMS، حاجة موتور، حاجة سيربيلو براميدل مثلا، ولا نون موتور؟ خلينا نحط بس مع الموتور سيربيلو براميدل وفالموليجيا انتر نيوكلياريس، لأنها هقول إنها موتور، اتس ا موتور اوكيلوموتور يعني افكشن. فمن وجهه نظركم موتوريك ولا نون موتوريك؟ انكلودينج في النون موتوريك عشان اصعب بقى التشويس، النون فيزيبل ساين، يعني خلينا نقول نون موتوريك يعني كوجنيتيف مثلا، يعني مود، يمكن فاتيج، انكزايتي. فراي حضراتكم ايه من وجهة النظر اللي انتوا بتشوفوها، يعني البراكس بتاع حضرتك؟ الحقيقة انا شايف ان ده سؤال صعب. انا فورمي انا شايف ان هو سؤال صعب. It's not just motoric يعني، بس يعني خلينا نجاوب كده ونشوف. ممكن ناخد insight. تمام، يعني برضو الموتوريك low value طبعا، لكن يتهيألي احنا في subtle signs محتاجين طول الوقت ناخد بالنا منها مع العيان، ويمكن تبقى affecting الموتوريك. يعني يمكن اجابه موتوريك
اوقع، لكن اللي عنده فتيج، اللي عنده ديبريشن مش هيقدر يمشي كتير، ممكن قوي ياثر على الامبيوليشن بتاعه، ممكن ياثر على البالانس بتاعه. فات كود بي طبعا مور براكتيكال ان انا اختار موتوريك. ممكن السؤال اللي بعده. طيب ايه الدياجنوستيك تولز اللي حضرتك دايما بتستخدمها وبتحب تستخدمها ويعني مصاحبها علشان تفيدك في الـ يعني انك تايدنتيفاي العيان ده داخل في سكه، يعني وان واي تيكت، سكه الوان واي تيكت دي اللي احنا مش عايزين اي عيان عندنا يخش فيها، ولو دخلها هنحاول نسحبه ونشده ناحيتنا. هل كوجنيتيف اسيسمنت، يعني بتعمل كوجنيتيف اسيسمنت ده براكتيكال وايز ولا لا؟ هل بتعمل الحاجات بتاعه الموتور ابر ولور ليم تخليه يمشي قدامك وتعمل النان هول بوك تيست ولا لا؟ اول حاجتين التانيين اللي هو الام ار اي، وده موست اوف اس صحيح بنستخدمه لكن ما بيبقاش هو البرايمري في الكلينيكال براكتس بتاعنا، والبرو ديسكاس الام اس برو ديسكاس بتاع نوفارتس. ممكن ناخد انسايد. تمام، الايمجينج والكلينيكال، ويبدو ان كلنا كده، اتهيالي ان احنا كلنا بنعمل وريني مشيتك، ارفع ايديك لفوق. يمكن ما بنعملش ناين هول بيك تيست، وده مش في كل الحالات بنعمله، لكن اي بريفير ان احنا نبدا نفعل ده، لان هو ما بياخدش فعلا وقت خالص، وفعلا بيفيد قوي 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 في الديتكشن بتاع العيان اللي بيقلب. مش بس هتساله انت بتمشي ولا ما بتمشيش زي الاول، وبيحصل فتيج ولا لا، مشيتك اتغيرت، لا كمان الهاند فانكشن الفيري فاين موفمنت. يعني تهيألي ان احنا محتاجين ان احنا نساعد شويه ان ده يبقى موجود في البراكس بتاعنا وبتاع الجينيريشنز الاصغر باذن الله. اللي بعده ممكن، السؤال اللي بعده. ايه الاكسبكتيشن بقى من الويف دي؟ حضراتكم شايفين ايه؟ ايدنتيفاينج تو بوبوليشن في الكلينيكال ترايلز، الديفرنت دي ام ديز اللي بنستخدمها في الاس بي ام اس، الباثوجينيسيس بتاع الاس بي ام اس المختلف تماما عن الار ار ام اس زي ما يعني اتكلمنا المره اللي فاتت، وان شاء الله برضو النهارده كده هناخد هنت من الدكتوره ساندرا، الدكتوره نيفين والدكتوره نونين، ولا اول اوف اباف. لي سؤال، يعني انا بالنسبه لي عايز اعرف كل حاجه. اوكي، ناخد انسايت. اوكي، هما فعلا اكتر حاجه الايدنتيفاينج تو بيشنت بوبوليشن في الكلينيكال ترايلز، ده الحقيقه الواحد متحمس قوي انه يسمعه. اتهيالي كده البول خلص، ونبدا بقى الدكتوره ساندرا اللي هتبدا المحاضره بتاعتها. دكتوره ساندرا معانا. مساء الخير جميعا، هعمل شير للسلايد. تكلمي على الكلينيكال ترايلز في الاس بي ام اس. تمام صح كده؟ بس كده تمام. كده تمام، اعملي بس. ايوه تمام، هعمل بس البوينتر. اوكي okay. هصغر ده. تمام، مساء الخير جميعا. الاول انا فخوره الصراحه ان انا مع اساتذتي، ومن اكتر الناس اللي بحبها الصراحه معايا في الاسم وفي جامعه في الكليه في القصر العيني، وبشكر شركه نوفارتس انها عامله هايلايت على بوبوليشن انا شايف ان فور ديكيد الصراحه كانوا للاسف محطوطين. اول ما نقول اس بي ام اس كنا بنحطهم على الرف كده، ويعني صراحه ما فيش حاجه تتعمل ريهابيليتيشن بقى، وكنا شويه البوبوليشن المنسي. والحاجه الحلوه ان احنا دلوقتي اعتقد في بروجريشن كبير قوي في التريتمنت افيلابيليتي، والمرضى دول اصبحوا مش منسيين وبدانا ان احنا نهتم بيهم. في جمله عجبتني جدا
اتقالت سنة 67 بس غالباً لأغراض مختلفة، إن الـ accurate diagnosis of multiple sclerosis may be one of the easiest in medicine to make in some instance, but on other occasion it may be one of the most difficult. غالباً أياميهم كانوا بيتكلموا على الـ absence of MRI، على الـ absence of CSF مثلاً والـ investigation، ولكن مع ظهور الـ science أو لما فهمنا الـ MS أكتر بدأ الـ definition ده يرجع تاني. والدليل على كده إن الـ definitions بتتغير، يعني من التسعينات للألفينات بدأ الـ definition تغير، وبدأنا نشوف إن إحنا الـ progressive بعد ما كان definition صغير كده ومحطوط في دايرة واحدة بدأنا نحط له categorization. ليه؟ علشان بدأنا نهتم بالعيانين ونبتدي نحاول نشوف مين العيان اللي هيستفيد من العلاج بتاعي حتى لو هو secondary progressive. المشكلة إن إحنا العيان دايماً بأول ما بيجي لنا حتى بعد أتاك بيبقى ستيل قادر يبقى يعني بيأمبيوليت أو بيبقى ماشي كويس، ومع الوقت فجأة في يوم الأيام بنلاقيه مش قادر يمشي، وفي النص الوقت إحنا ما بنبقاش واخدين بالنا، يعني إحنا ما بنبقاش عارفين إيه اللي حصل في النص اللي بنسميها transition period. الترانزيشن بيريد دي أكتر حاجة عاملين لنا مشكلة، وأكتر حاجة إحنا المفروض يعني هو ده الـ window of opportunity بتاعنا اللي المفروض نلقط فيها العيان. طيب هل الموضوع فقط مطارك؟ هل أنا فقط بتكلم على EDSS وambulation؟ هل الـ progression عندي؟ وهو دي الفكرة إن إحنا في الـ studies بتاعتنا هنتكلم فقط على الـ ambulation، ولا في حاجات تانية زي الـ cognitive وزي الـ hand function هتفرق معنا؟ في عيان احنا نعرفه العيان ام اس ووصل ان هو ويل شير باوند، ولكن هو حاليا بيشتغل وبيشتغل في منصب كويس وكوجنيتيف، عايز يحافظ على الكوجنيشن بتاعه، بيستخدم ايديه وبيستخدم في الكمبيوتر. فهل انا لو العيان ده ستيل اكتيف وبيحصل له هاند فانكشن بروبلم هحطه على الرف واقول لا خلاص العيان ده مش هياخد تريتمنت؟ لا، كل العيانين ديزيرف ان هم تو تيك تريتمنت از لونج ان هم هيستفيدوا وحياتهم ماشيه. بصوا احنا يعني انا هحاول المحاضره دي انا مش هطول فيها قوي يعني عشان الكلام بعد كده هيبقى كتير، بس انا هندي كونسبت احنا بندور على ايه او ايه البروجريشن اللي احنا بندور عليه. بس قبل ما نعرف ندور على ايه لازم نعرف ان البرين مش كل الفانكشنال دومينز زي بعض. الاسينكرونس بروجريسيف ام اس هايبوثيسيس الاسم شكله كده ملعبك، بس احنا البرين كل برين الفانكشنال دومين زي الموتور زي البلادر زي الابر ليمب واللور ليمب الكوجنيشن كل واحد فيهم ليه ثيرابيوتيك ويندو، ليه ويندو اوف اوبورتيونيتي. ففكره ان انا احط وان حاجه واحده بس في الستاديز ابص عليها زي مثلا اي دي اس اس او الموتوريك فانكشن واقول خلاص انا ده الاونلي كرايتيريا بتاعي، بضيع على نفسي اللي هو الموتور سيستم اوف ذا ليج، يعني الثيرابيوتيك ويندو بتاعته صغيره. طيب انا كل دول السنسري لور ليمب السيريبيلر الابر ليمب الكوجنيشن الفيجن، هل انا هضيع على العيان الثيرابيوتيك ويندو دي اول ما الموتور بتاعي خلاص راح؟ لا، انا ستيل عندي فانكشنال دومينز ثانيه، ستيل ممكن الديزيز موديفاينج ثيرابي تقدر تتارجت الدومينز دي وتحافظ لي، فتحافظ لي على حياه البني ادم سواء عيان قاعد على كرسي بيشتغل من البيت او ان هو حتى بيشتغل في شركه. لا، انا ستيل ممكن احافظ على العيان ده هيز كواليتي اوف لايف. طيب مشكله بقى الفترة اللي أنا targeting في الـ SPMS أو الـ active SPMS اللي إحنا بنقولها، إن أنا الـ relapsing remitting MS في definition clear، في حاجات يعني أقدر أقول والله العيان ده لأ ده أكيد RRMS. وبعد كده في فترة كده يعني ملهاش صاحب كده، فترة إحنا العيان ده بنشوفه بسرعة في الفولو أب، عارفين العيان اللي بيجي عندنا بيجدد علاج وبنشوفه بسرعة ما بنسألوش، يعني بيبقى في وسط الزحمة، وفجأة في يوم الأيام نلاقيه داخل علينا بالديفينيشن الحلوة بتاعت الـ SPMS ونقدر نبتدي بقى نعمله categorization with or without relapse disease progression أو لأ new degeneration. طب لأ أنا عايز العيان اللي أنا بشوفه بسرعة وهو RRMS وبدأ يخش في transition، أنا عايز ألقط العيان ده، العيان ده هو اللي يهمني. لان زي ما قال الدكتور حاتم للاسف الاس بي ام اس بيبقى دايجنوزد ريتروسبكتيفلي، خلاص لان احنا خلاص العيان جالنا ماشي بعكاز، ايه ده هو انت كنت فين كل ده؟
انا كنت بجدد علاج اوتوماتيك، مش احنا كتير قوي بنجدد العلاج اوتوماتيك وبنلاقي العيان بعد كده جاي على العصايه، لا العيان اللي في النص ده احنا ضاع مننا. طبعا الريسيرش الحلو بقى ازاي نايدنتيفاي العيان ده بحاجه كونكريت بايو ماركر. مش كل الناس عندها يعني الوقت انها تعمل التست اللي هي الادفانس لكل عيان ار ار ام اس عشان نلقط ان هو هيز ان ذا ترانزيشن بيريد. فاحنا طبعا استاديز لو لقينا حاجه كونكريت هتبقى طبعا حاجه بتفرق معانا قوي. طب هو ليه في ترانزيشن بيريد دي؟ الفكره انه برضو كل فانكشنال دومين ليه ريزيرف كاباسيتي وفانكشنال ريكفري. يعني انا لو حصل افكشن في الموتور سيستم او في الكوجنيشن ما بيطلقتش غير ما بيكون حصل ميجر دامج بعد ما الريزيرف بتاع البرين بتاع الفانكشن ده يكون خلاص ايه وصل لاقصى درجه من الساتوريشن اللي هو حصل فيه مشكله. هنا اتس هيلثي بيشنت بدا يحصل دامج في نيورون هيشيل زي اخواته فاكرين زي البوليو كده بيبتدي يشيل يحصل سبراوتنج ونيورون يبتدي يكفر الفانكشن. هنا العيان الفانكشن بتاعه زي الفل ويحصل تاني دامج ستيل الفانكشن بتاعه هنا بدا يتاثر بالراحه لحد ما في يوم من الايام يحصل فيلير تماما للريكفري ويبتدي العيان ايه يبتدي يسيمتوماتايز. احنا الفكره في ترانزيشن زون الحته دي الحته اللي هي في ساتل ساين والمفروض ان انا مش هلقطه الا لما اعمل تيست قبل ما العيان يخش في بيرمننت دامج. فبالتالي الجول بتاعي ان انا تو بريزيرف في الستاديز اللي انا المفروض بعملها للاس بي ام اس الفكره ان انا القط العيان واحاول ان انا بروتكت النيورولوجيكال ريزيرف بتاعه ما وصلوش لمرحله ان الفانكشنال دومين ما عندوش ريزيرف وايرفيرسيبل دامج. الجول بتاعي طبعا ان انا الكوجنيشن مهم جدا عندنا الديسابيليتي بروجريشن. لما هنيجي نشوف ستادي هو مش بيقيس عند نقطه واحده هو بيقوس في نقطتين وبيشوف الفرق ما بين النقطتين سواء في الموتور سواء في الكوجنيشن وبيشوف البرسنتج ديكريز في الفانكشن دي عن طريق طبعا الديزيز موديفاينج ثيرابي اللايف ستايل وان انا العيان يبقى معايا يعني بفهمه التارجت بتاعنا ايه. طيب هو برضو نرجع لكلام عملي قوي هو ايه البروفايل بتاع الترانزيشنال بيشنت بتاعي وايه الفرق بينه وما بين الاكتيف اس بي ام اس بيشنت. بصوا هو الكلام برضو يعني الديفينيشن كتير كده ومش هنلاقي نفسنا قادرين نمسك حاجه قوي بس هما تقريبا قالوا ترانزيشنينج بيشنت ده غالبا بيبقى نون موتوريك والاي دي اس اس بادئ من 3 نون موتوريك وبادئ من 3 او مور وعنده progression independent of relapse activity. يعني أنا ما عنديش relapse واضح بس العيان بيبتدي يبروجرس حتى لو هو 3. الactive SPMS حاطين شوية لـ DSS أعلى بداية من 4. إنما هنا الدومينز اللي هي بتبقى affected في transitioning period بتبقى إيه؟ أكتر الكوجنيتيف أكتر البول والبلادر. والعيان البروديسكاس ده عباره عن ايه؟ هو بيقيس العيان يعني الحكم وهو شخصيا على الفانكشن يبتدي يشتكي من الامبولاتوري والموتور سيمتوم والكوردينيشن بالانس بس هو حكمه لنفسه يعني هو بيقول لك انا ما بقتش زي الاول. فالكوجنيتيف والباور ده غالبا بيبقى في ترانزيشنال. الاكتف ام اس لا خلاص انا عندي فانكشنال سيستم اتحرك عندي دي اس اس سكور اكتر من 4 والبيراميدال بتاعي فانكشنال سيستم اكتر من 2 وفي كونفيرنت بروجريشن اوفر ليس ذان 3 مانثس. وطبعا بيبقى معانا في علشان نقول اكتف اس بي ام اس ان احنا عندنا جانولينيوم انهانس ديليشن. طيب الكلينيكال ترايل ديزاين ان اس بي ام اس من يعني من اول التسعينات بدا يظهر الحمد لله كان في ادويه بدات تظهر وفضلنا ماشيين كل شويه يظهر لنا ادويه والحمد لله في ادويه كتير ظهرت في الار ار ام اس وما فيش انما الاس بي ام اس ما اقول لكم كده كنا اول ما العيان نقول اس بي ام اس وكونفيرم نحطه على الرف. ليتلي في 2019 الحمد لله بدا يحصل ان احنا نتكلم على ناخد بالنا من العيان الاس بي ام اس وفكره الاكتف اس بي ام اس وبدات تظهر ادويه زي السيبونيمود والكلادريبين بدات تشتغل وفي الاخر الاف دي اي قالت لك طب بص بقى كل الادويه اللي الام اس ابروفد الام اس الار ام اس ممكن يشتغل على الاس بي ام اس.
طيب، طب هل كل الأدوية اللي approved في الـ RRMS هتشتغل في الـ SPMS؟ طيب، علشان نعرف لو احنا فعلا الأدوية دي هتشتغل ولا لأ، الصراحة الـ pathogenesis ما ينفعش ان احنا نفرقه عن الـ study بتاعنا، يعني لازم نفهم pathogenesis عشان نعرف احنا فعلا targeting الـ population الصح ولا لأ. مفيش كطف ما بين الـ RRMS والنون-ريلابس أو النون-ريلابسنج SPMS اللي هو الـ inactive form، هي عبارة عن سبيكترم كبير. إحنا لو نقدر ندلينيت ولو في cut short يعني حاجة delineation محترم كان الدنيا هتبقى أسهل، بس هي مشكلة إنها كلها سبيكترم. وكل ما العيان يخش في الـ SPMS والمدة تطول، بنلاقي إن treatment options بتاعتنا عمالة تقل تقل تقل، والـ disability بيبقى حصل increasing disability. في studies كتيرة اتعملت، بس احنا هنشوف برضو يعني الـ studies كانت debatable، مش نفس الـ population، يعني مش بيختاروا نفس الـ population، مش دايما نفس الكرايتيريا، وفي حاجات الصراحة omitted. واعتقد الستاديز اللي جايه بما ان احنا بدات الستادي انها تهتم بالاس بي ام اس، هنهتم بعيانين مختلفين شويه عن الستاديز اللي اتعملت زمان. الكرايتيريا بتاعت الاس بي ام اس مبدئيا اللي كانوا بيختاروها للستاديز هو العيان غالبا بيبقى عيان سنه كبير شويه، بقاله فتره في الديوريشن بتاع ديزيز بتاعه كبير، الدي اس اس بتاعه عالي شويه، ال T1 جادولينيوم انهانس ليجن برضو بتبقى موجودة، والليجن فوليوم بتاعته عالية، وبيختلف طبعا على ال RRMS وال PPMS. وفي الستاديز فعلا هنلاقي ان الكرايتيريا دي يعني فعلا قدروا يترجموها، او معظم البوبوليشن شبه العيان ال SPMS، بس اللي هو الـ confirmed SPMS مش العيان الترانزيشنج. هي دي المشكلة، معظمهم الـ EDSS بتاعهم عالي، يعني المين والميديم EDSS بتاعهم عالي، although إن هو أساساً في الديفينيشن بتاعهم بديل الصراحة من EDSS واطي، يعني هو ما خدش العيانين اللي EDSS بتاعهم 4.5 فيما فوق، لأ هو أخد من 3، بس في الآخر العيانين الميديان والمين بتاعهم بتاع الـ EDSS كان عالي، حتى الـ proportion بتوع العيانين اللي فوق 6 عالي. وانا شايف ان ده يعني ديفكت شويه في الستاديز، او يعني بيظلم العلاج، يعني مش ديفكت في الستادي، هو في الاخر ده كان البوبوليشن، بس ده ظلم شويه الادويه. طب هو انا محتاجه ايه، وات تو ميجر لو انا فعلا عايزه يعني اساس بروجريسيف بيشنت؟ عندنا 3 كرايتيريا: الكلينيكال والام ار اي والبيشنت ريليتد اوتكمز reported outcomes. الكلينيكال طبعا الـ EDSS بتاعتنا، الـ time 25 food walk test، الـ relapsing rate، بس المهم والصراحة للأسف مش بيتعمل روتين، إن هو يعني يمكن بياخد وقت شوية، بس ممكن نعمل parallel clinic للعيانين دول، اللي هو simple digit modality test. ده بيقيس لنا الـ change في الـ cognitive function، يعني لازم كل عيان يبقى عنده baseline وقيسه بعد فترة أشوف إيه اللي اتغير فيه. الـ MRI طبعاً الـ T2 lesion volume والـ gadolinium enhanced T1 lesion والـ percent بقى brain volume loss، ده اللي المفروض برضو يتقاس، ودلوقتي بقى بيتعمل فوليومتري وبنقدر إن إحنا نحدده، بس المشكلة طبعاً في الكوست بتاعه. الـ patient reported outcome، الـ patient بقى إحساسه بنفسه، يعني أنا ممكن بالـ examination كتير بنعملها الـ examination يبقى كويس، بس العين يقولك أنا فعلاً بتعب، أنا فعلاً ما بقدرش أمشي أكتر من كذا، أنا الـ quality of life بتاعتي مش كويسة، والكلام ده لازم يحترم. طبعاً مشكلتنا في مصر شوية الـ overshooting بتاع العيانين، بس برضو مدام الكواليتي بتاعته اتغيرت اتليست، انا مش بتكلم على ان هو بيشتكي كتير، لا يعني من 3 شهور كان كويس ودلوقتي ريبورتنج ان انا عندي تشينج اوف كواليتي اوف لايف، لازم الكلام ده حتى الاكزامينيشن مش قايلهولي لازم اخده ان كونسيدريشن، ودي الحاجات اللي المفروض تدخل في الكلينيكال ترايلز. طيب هو ليه الكلينيكال ترايلز كان فيها مشكله؟ المشكله ان هي بتقيس اولا دومين واحد، مشكله الدومين انهم هما ليه مش كلهم زي بعض، مش كلهم ريبريزنتد في البرين قد بعض، الكوجنيتيف غير الموتور غير السنسوري. في حاجه اسمها لانس ديبندنت سنترال اكزونوباسي،
يعني مثلا الاطول نيورون اكزون اللي هو زي في الموتور اكتر واحد بيتاثر، تمام. طب السنسوري لا، اللينس بتاعه زي البريفيرال نيوروباثي دايما بنقول بيأثر اللور ليمز اكتر من الابر ليمز. ففي حاجات احنا التارجت بتاعنا كمان هو الديزيز موديفاينج ثيرابي بيشتغل على ايه، تمام. لو انا مش فاهمه الباثوجينيسيس بتاع السكند بروجريسيف، يعني ممكن امس البروجريشن اساسا بتاع العيان. طيب انا في كلينيكال ترايل المفروض ان انا يعني افوكس على ايه؟ هل انا هاخد one system بكاباسيتي بريزيرف كاباسيتي مثلا اصغر ريزيرف كاباسيتي، ولا هاخد كذا فانكشنال سيستم، ولا مثلا اخد حاجه في النص كده، اخد الابر لمب هي يعني المودريت ريزيرف كاباسيتي او الحاجه اللي هي بعديها الدنيا بتبقى فعلا بيخش في الان اكتف اس بي ام اس. فعدم وجود ديفينيشن او اختيار موحد للدومينز او ان انا اختار كذا دومين اتليست بيخلينا نمسك في حاجه واحده زي الدي اس اس اللي هو الموتوريك وننسى بقيه العيانين، او ان احنا ما نلقطش حتى الحاجات الكوجنيتيف اللي هي بتحصل في الاول اللي هي السطل تشينج. يعني ممكن الموتور يبتدي بعديها والسطل تشينج بتاع الكوجنيتيف يبقى بادئ من الاول او في الاول وامس العيان اللي هو في ترانزيشن بيريد. طب هي ايه مشكله الباثوجينيسيس او ايه الاس بي ام اس يعني ليه مختلف على الار ار ام اس؟ سريعا احنا عندنا الانفلاميشن بتبتدي في السيستميك سيركيليشن، يعني هي بتبقى اوتسايد البلود برين بارير. ومعظم الادويه بتاعتنا هدفها ايه؟ انها تمنع او تهدي المناعه السيستميك او تمنع الاجريشن بتاع التي لينفوسايتس جوه البرين ثرو ذا بلود برين بارير. طيب في كام موليكيول بيقدر يباي باس البلود برين بارير؟ مش كتير. بس غالبا اللي هيباي باس البلود برين بارير هو ده اللي احنا هيفيدنا غالبا. ليه؟ لان في الاول الرابسنج ريميتنج ام اس بيبقى فيه بروفاوند بلود برين دامج ويز ليمفوسيتك انفلتريشن، يعني من الاخر بتبقى فيه خراقه في الشارع وبتخش لجوه في البيت. انما مع الوقت في الاس بي ام اس الخناقه بتخش جوه يتقفل وراها الباب، بيحصل compartmentalized inflammation behind a repaired intact blood-brain barrier local inflammatory process. يعني الخناقة خرجت من الشارع ودخلت جوه البيت واتقفل عليهم، والحاجات اللي بتشتغل البوليس اللي شغال في الشارع ما بقاش له تأثير جوه البيت، خلاص الباب اتقفل على الinflammatory process اللي جوه. فبالتالي أنا لو عايزة حاجه تشتغل، ايه الكي بروسيسز في البروجريسيف ديزيز، ايه الحاجه اللي انا لازم اتارجت؟ مبدئيا انا عايزه دراج يعدي البلود برين بارير، يعني انا عايزه حد بوليس كده ينفلتريت البيت ويفك الخناقه اللي جوه. بعد ما الخناقه، غير بقى الانفلاماتوري بروسيس، بعد ما الخناقه تحصل احنا عايزين مسعفين، يعني احنا عايزين دراجز تشتغل على ايه؟ على الانرجي فيلير. لان احنا بعد ما بيحصل انفلاماتوري بروسيس بيبتدي ستيج اوف نيورو ديجنريشن، ميتوكوندريال دامج، سوري ميتوكوندريال دامج بيبتدي زي النورمال ايجينج بس بطريقه اسرع، يبتدي يحصل انرجي فيلير ويبتدي يحصل النيورو ديجنريشن. فانا محتاجه اكشوالي دراج يبقى جوه، محتاجه بوليس كده واسعاف جوه البرين نفسه. الستاديز الكويسه اللي اتعملت طبعا اتعملت على الناتالي زوماب، كان في الاسنت ترايل الفيس 3 وكان تو بارت. هما اشتغلوا دراسه محترمه جدا، اشتغلوا على الناين هول بيك تيست والتايم 25 فود ووك تيست والاي دي اس اس، يعني اخذوا الهاند فانكشن واخذوا اللور ليمب المش والاي دي اس اس وحطوا في الاخر المالتي كومبوننت، يعني جمعوهم على بعض. في البارت 1 ما كانش في فرق واضح قوي، بس في البارت 2 لقوا ان لا، ان الهاند فانكشنز بتتحسن، وايفن المالتي كومبوننت لا كان برضو في تحسن خلاص، بس ده بعد فترة في البارت 2. ولكن احنا عشان برضو نفهم، الناتالي زوماب زي ما قلنا بيشتغل على الخناقة اللي بره، يعني بيشتغل على بيمنع الليمفوسايتس انها تدخل جوه السي ان اس. فالمود اوف فانكشن يعني هيشتغل في الايرلي ستيج قبل ما الباب يقفل، تمام. هو ده قوي جدا، واه ممكن يشتغل بس طول ما الباب موارب بيقدر يشتغل. وانس ان الباب قفل تماما، لان الدنيا مش بتقفل مره واحده، بيبقى اقل في الافيكاسي بتاعته.
فهما على قد ما هما لقوا ان هو very efficient drug الناتاليزوماب في الـ RRMS، لقوا ان هو لا الديزيز او الفانكشن بتاعه في الـ secondary progressive مختلف وبطيء وبيشتغل على حاجات قليله، وده كان اثبات انه لا الـ SPMS الباثولوجي بتاعه الباث في السيرجي بتاعه مختلف تماما عن الـ RRMS. الconclusion بتاع الأسنس study إن هو it did not reduce the overall progression اللي هو المالتي كومبوننت، بس حسن الهاند فانكشن أو الأبر لم كومبوننت، وأنا أعتقد دي برضو يعني مش وحش وحاجة كويسة العيان بيشتغل بإيده أو حد بيرسم أو whatever، حتى يساعد نفسه يصرح شعره يقوم نفسه من على الكرسي، هاند فانكشن مهم جدا في عيان wheelchair bound، بس still محتاجين long term trial. بالنسبة بقى للأزر ستاديز، طبعاً كان أهمهم الانترفيرن بيتا، كان في تو ستاديز، اليوروبيان كانت جايبة جود ريزولتس أو يعني في الديزيز بروجريشن كانت جايبة جود ريزولتس، النورث أمريكان ما كانش فيه سيجنيفيكانت قوي تشينج إن تايم تو 6 مانس كونفيرم بروجريشن، ألزو إن الاتنين الريلابسز والإم آر آي أكتيفيتي والاوتكمز على اللونجر تيرم اوتكم ويلشير باوند والحاجات دي كانت كويسه، فيعني هم شويه قريبين من بعض في التفاصيل، بس الاوفر اول النورث امريكان برضو ما كانتش ايه شايفه ان هو فارق كتير في الديزيز بروجريشن. مش علق. اوكي الميتوزانترون، الميتوزانترون دواء يعني فتره احنا كنا بنستخدمه بقوه وهو دواء كويس جدا، ولقوا الصراحه انه في الريلابس اكتيفيتي وفي ديزيز بروجريشن في المراي اكتيفيتي هو هايل، بس هو للاسف اون ذا لونج تيرم يوز بيأثر على السيستوليك، بيعمل سيستوليك ديسفانكشن، وممكن يعمل ثيرابي ريليتد اكيوت لوكيميا، مش من الادويه اللي بنبريفير قوي بالذات في الصغيرين ان احنا اللي هيعيشوا كتير، يعني ممكن ذا لونج في الوقت مع الوقت يديفلوب كومبليكيشن حتى والعيان مبطل. الأوكراليزوماب برضو هلاقي ان حتى لو الستادي معمولة على الـ RRMS بس ستيل في الديزيز ديسابيليتي بروجريشن بيجيب نتيجة كويسة، يعني برضو كانت الفيس 3 بتاعته في الديسابيليتي بروجريشن كانت جايبة نتيجة كويسة. كلادريبين برضو من الحاجات اللي كانت محسنة الديسابيليتي بروجريشن، also برضو ان احنا زي ما قلنا بيشتغل على البريفيرال سيركيليشن، يعني هو بينديوس الابوبتوسيس اوف ذا تي ان بي ليمفوسايت في السيستميك سيركيليشن. طيب هي الفكره ليه الادويه القويه بتحسن برضو او ممكن تاكت على الايرلي سكندري بروجريسيف، تمام، لان هم لقوا ان كل الستيجز بتاع الاس بي ام اس بتعتمد على الانيشال ستيج اوف inflammation. يعني لو انا السيستميك انفلاميشن عالي قوي وقوي بره في الشارع زي ما قلنا، كميه الانفلاميشن هتخش البيت وهيتقفل وراها الباب هيبقى عالي، فبالتالي لو انا قدرت ان انا اقلل قوه السيستميك انفلاميشن at any time بالذات في الترانزيشننج بيريود، فبالتالي هقلل كميه الليمفوسيتك اجريجيتس او الايلتس اوف الليمفوسايتس اللي بتخش وبتقعد وبتتمركز في البرين وبتعمل الدامج والانرجي فيلير وكل الكاسكيد اللي بيحصل وراها. فانا الادويه القويه كويسه جدا في الترانزيشننج بيريد. اس ام اس البروجريسز اللي الاس بي ام اس زي ما قلنا بريفري ميديتد انفلاماتوري باسوي ديكلاينز والسنترال انفلاميشن والنيورو ديجريشن زي ما قلنا هو اللي بياخد الابر هاند. فده الكلام اللي انا قلته، لو انا قللت البريفيرال ديف انفلاميشن بيدومينيت وبيبتدي مع الوقت يقل يقل يقل، ده الباب الموارب، الباب خلاص هيتقفل على السي ان اس ريزيدنت انفلاميشن، واللي دخل بعد كده البرين بلود برين بارير بسبب ما بيحصل له ريبير وبيقفل عليه وبيبتدي البروسيس بتاع النيورو ديجنريشن. فاحنا هنا بقى يبتدي الادويه لا مش هنقدر تشتغل بطريقه كويسه كل الادويه اللي احنا قلنا عليها سواء الناتاليزوماب كلادريبين او الاخره، فاحنا بالتالي محتاجين حاجه يعدي جوه، حاجه دواء يعدي انسايد السي ان اس. وي هاف يعني احنا تريت تو تارجت، معناها ايه؟ ان انا محتاجه علاج
based on what is happening. ده اللي أنا بقوله، يعني محتاجين عسكري صغير كده يعرف يخش جوه البيت ويبقى شغال على inflammatory cells inside البرين، ويبقى كمان بيمنع يا ريت النيورو ديجنريشن، يعني بيشتغل مش بس على ان هو يقلل انفلاميشن، لا كمان بيشتغل على النيورو ديجنريشن. فاحنا الادويه اللي احنا محتاجينها او الستاديز اللي هتبقى ايمنج ايه، هتبقى ايمنج ان احنا تو ديكريز الديسابيليتي وتديكريز البرين فوليوم لوس، لانه مش دايما هقدر اقيس كل الدومينز، انما لو البرين فوليوم قل ده معناه ان انا فعلا عندي البرين ريزيرف بتاعي راح، فبالتالي كل الدومينز هتبقى افكتد. فانا لو قدرت ان انا اقلل البرين فوليوم لوس، غالبا انا قللت اللوس بتاع الريزيرف بتاعي. والكوجنيشن هشتغل عليه، لان هو ده السطل تشينج اللي بيحصل في البدايه. في الكونكلوجن، الديزيز ميديفاينج ثيرابي فيلير to meet the endpoint in progressive MS clinical trial may be related طبعاً للack of CNS effectiveness، مش بيخش جوه، وإن appropriate drug target بتكلم على one domain والprimary endpoint. إن أنا أفهم الـ processes at pathological level ده مهم جداً، إن أنا treat to target with disease modifying therapy to prove to reduce disability progression in a broad SPMS population. أنا اتكلمت بسرعة معلش، بس أنا عارفة أن أنا يعني أساتذتي ورايا هيقولوا كلام كتير جدا. Thank you. ولو في حد متهيألي الأسئلة في الآخر. شكرا دكتورة ساندرا، ربنا يخليكي. يعني لا، محاضرة لطيفة جدا جدا وجديدة، يعني فيها معلومات الحقيقة جديدة وتجميعات لطيفة قوي للتوالز اتعملت في الأدوية على الـ SPMS. الحقيقه لو يعني بنوه بس، لو في حد عنده اسئله يحطها على الكويشن انسر او على الشات، وان شاء الله هنجاوب في الاخر. دلوقتي الدكتوره نيفين معانا هتتكلم على المود اوف اكشن. في سؤال اتسال كده على الفرق بين السيبونيمود والفينجوليمود، يعني سؤال جاي لنا في الكويشن انسر، اي هوب الدكتوره نيفين ممكن تجاوبه. ونبدأ مع الدكتور نيفين من غير ما أضيع وقت، عشان برضو كلنا متشوقين نسمعها زي ما سمعنا الدكتور حسن. تفضلي دكتور نيفين. أوكي، في الموضوع الشيق اللي بنتكلم فيه دلوقتي، الام اس المتجدد دائما، اللي كل ما نقول خلاص الام اس جبنا اخره لسه ما جبناهوش ولسه ما لهوش اخر. وموضوع الساعه دلوقتي الاس بي ام اس، اللي زي ما الدكتوره ساندرا قالت انه كان يعني نسمع اس بي ام اس ايه، نحط وشنا في على جنب ونقول للعيان ايه مالكش حل. الموضوع اختلف، والقصه كلها هي قصه early detection of SPMS. زي ما كنا بنقول early diagnosis of RRMS، دلوقتي بنقول early detection، لانه البرين ريزيرف اما بيروح ما بيبقاش عندنا حاجه كتيره نديها للعيان. فمهمتنا ان احنا نحافظ على البرين ريزيرف، فمهمتنا ان احنا نتدخل بدري قبل ما البرين ريزيرف يروح مننا. انا هكمل على كلام الدكتوره ساندرا، وهتكلم تحديدا دي الديسكلوجر بتاعتي، هتكلم على ال evolution of therapies في الـ MS patients and the MS spectrum. زي ما احنا شايفين السلايد الشهيرة، عمالين develop treatments and treatments and treatments، وبقى عندنا في تكدس في الـ MS treatments، خصوصاً الـ RR في آخر عقد من الزمان. الـ SPMS ما فيش لي غير واحد بس اللي هو لسه ظاهر قريب، اللي هو the siponimod أو the mizat. عندنا 14 دواء approved في الـ RRMS، واحد بس ابروفد في الاكتيف اس بي ام اس، وعندنا فيه خمسه ابروفد في الريلابسنج ام اس، اللي هو اكشلي معناه حاطين فيه ريلابسنج ريميتنج ام اس، وكمان حاطين معاه الاكتيف اس بي ام اس. فعندنا فيه ترم جديد طالع اسمه ريلابسنج ام اس، هم مش عارفين بيحاولوا يدخلوا الاكتيف ستيج اوف ذا اس بي ام اس، او نقول ده ترانزيشن فيز، او نقول الفيز اللي لسه فيها انفلاماتوري بروسس، بيحاولوا يزنقوها مع الار ار ام اس، لانه لسه في انفلاماتوري بروسس جوينج اون. وعندنا طبعا الاكريلازوماب بالنسبه للبي بي ام اس، فتقريبا عندنا كل الستيجز وكل الفينوتايبس بتاعت الام اس دلوقتي بقى ليها على جنب. السيفتي ايشوز بتبقى دايما بالنسبه لنا كونسيرن، ونقول
افيكاسي يا ترى السيفتي ايشوز اخبارها ايه، خصوصا ان كل الحاجات الهاي افيكاسي ما بقلاش كتير قوي، بنتكلم في حاجه اقصى حاجه مثلا 10 سنين 11 سنه، فما فيش عندنا داتا انف ان انا اقدر ابني عليها سيفتي ايشوز. ولكن يتبقى اهم سيفتي ايشو هو ان انا احمي العيان من الديسابيليتي، فالامور لازم تتوازن كويس قوي. انا فينوتايب عندي عامل ازاي عشان اقدر ادي العلاج، وكل علاج الحقيقه ليه الفينوتايب بتاعه، ما فيش علاج هيطغى على علاج في هذا المجال. محتاجين نعالج مين بهاي افيكاسي تريتمنت، ايه التايم تو سويتشنج، البايو ماركرز اللي ممكن تساعدنا في اخذ هذا الديسيجن، هل احنا محتاجين لسه مور دي ام ديز، هل احنا محتاجين اذر سوليوشنز، يعني دي كلها اسئله بتطرح، واعتقد الاسئله دي كلها يعني اسئله بتتجدد عليها الاجابه كل شويه. هنتكلم النهارده على مولكيول مهمه جدا، ومولكيول نقول ان هي وان اوف ا كايند الحقيقه، اللي هي مجموعه الاس 1 بي ريسبتور مودوليتورز. الواحد لما قرا شويه على الاس 1 بي ريسبتور مودوليتورز لقينا ان احنا بنتكلم على لا موضوع يعني ريسبتور اللي خد باله منه ده حد ذكي جدا، لانه ريسبتور يعني ليه حاله خاصه جدا، وريسبتور كده على جنبه ومش باين. واول دواء اشتغل عليه فعلا كان الفينجوليمود. فالفينجوليمود وشركة نوفارتس الحقيقة كانت يعني ذكية جدا انها تارجت حتة ما حدش غيرها تارجتت خالص. هنتكلم بقى شوية كده على زي ما الدكتورة ساندرا قالت لنا الباثوفيسيولوجي بتاعة الار ار ام اس والاس بي ام اس، وهي الستة شرحت لنا شرح جميل جدا، هنختصره في كلمتين. ان انا عندي بكتيريا القصة بريلابسنج ريماتنج ام اس، ام هافينج بيريفيرال انفلاماتوري ريسبونس، عندي لينفوسايتس بريفيرال اكتيفيشن. بريفيرال اكتيفيشن ده بيحصل ان البلاد برين بارير بيبقى بيرميبل نتيجه للسيتوكاينز اللي ريليز من الاكتيفيتد لينفوسايتس، بتعمل زي نقول ايه دي ستابيلايزيشن للبلاد برين بارير اللي هو الحصن الحصين، بيبتدي ان هو يضعف ويبتدي ان هو يعني يبقى فيه مداخل كده هو يزنق منها الاكتيفيتد لينفوسايتس علشان تبتدي انفلاماتوري بروسيس جوه السي ان اس. مع الوقت المعركة اللي كانت بادية من تحت وكانت في الليمف نودز ورايحة للسيركيليشن ومايجريتنج انتو ذا سي ان اس، بدأ يحصل ايه؟ بدأ يحصل اكتيفيشن للسي ان اس مايكروجلايا اللي هي الانتيجين بريزنتنج سيل او الماكروفيج بتاعة السي ان اس، تبتدي هي تاخد بقى ايه المعركة على عاتقها، وتبتدي هي تاندوس اندلس انفلاماتوري بروسيس. انا عندي خلاص كل السوب دخلت جوه الاكتيفيتد ليمفوسايتس، اتنقلت من البريفري دخلت السنترال نيرفس سيستم عن طريق البيرميبل بلاد برين بارير. شويه بشويه بشويه تبتدي الامور تبقى فيها نوع من انواع الاستقلال ونوع من انواع بقى خلاص الاكتفاء الذاتي. كويس قوي كده احنا عندنا اناف سوب انها انديوس الانفلاماتوري بروسيس، انا عندي اون جوينج فيشس سيركل اوف انتيجين بريزنتيشن اللي هو ده مايلين باي ذا اوليجود باي ذا مايكروغلايا اوف ذا سي ان اس، وعندي الاكتيفيتد ليمفوسايتس موجوده اللي جايه لنا من تحت، فعندنا كل حاجه موجوده خلاص نقفل بابنا علينا متشكرين، وتم انتقال المعركه من انها مجرد غارات بتحصل من البريفري للسي ان اس الى معركه كامله قائمه واحتلال للسي ان اس. هذا الاحتلال للسي ان اس هيعمل عندنا حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها انفلاميشن ديرايفد نيورو ديجنريشن. اذا أنا الديجنريشن عندي ليس ستيج منفصلة ولكنها ستيج متصلة بالإنفلاميشن، لأنه actually اللي بيحصل أن أنا عندي inflammatory response going on تبتدي يطلع لي بقى القصة بتاعت البي سيل رول اللي بيبقى هو واخد الأبر هاند في قصة السكندري بروجريشن والديجنريشن. البي سيل لايك ليمفويد أجريجيتس اللي موجودة على الجري ماتر اللي موجودة على المارينجيز اللي بتبتدي تطلع لنا أوكسيديتيف راديكال اللي بتبتدي تطلع لي توكسنز، وعشان خاطر يحصل عندي حاجة اسمها جري ماتر ديمايلينيشن، فالقصة تبتدي بقى تدخل في الإيه؟ في الديجنريشن. إذا لو نجحت إن أنا أوقف هذا السنترال كومبارتمنتلايزد انفلاميشن أنا بمنع حدوث الديجنريشن. وطول الوقت زي ما إحنا شايفين الفيجر الشهير اللي إحنا دايما بنتكلم فيه إن عندي إتس أوفرلابينج بروسيس، عندي الانفلاميشن اللي هو بيبتدي في الأول ريلابسنج ريميتنج كيسز، الانفلاميشن اللي بيبقى فيه بعض الريبير وبعد كده هو يبتدي الريبير دوت ينفذ قدراته ويبتدي البيشنت يدخل في الستيج الثانية وهكذا. فالقصة كلها إن أنا عايزة تارجت العيان دايما في the proper therapeutic window of this stage. خلاص العيان دي لابسنج ريميتنج ويدخل مني في السكندري بروجريسيف، انا لازم احاول اجيبه
من هذه قبل ما يدخل حيث يبقى في عندي دي جينيريشن وما اعرفش ساعتها اعمل له حاجه. ندخل على ال S1P receptors اللي هي يعني حقيقه سبحان الله العظيم receptors في غايه الخصوصيه. اللايجند بتاعتها سفينجوزين. السفينجوزين ده عباره عن ليبيد بينتراكت عن طريق ماني 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 تايبس اوف اسمها جوانين او كابلد ريسبتور. يعني المهم انه في اليه لتواصل ما بين السفينجوزين ده وما بين الريسبتورز اللي هم سفينجوزين 1 فوسفات S1P ريسبتور. عندنا كام نوع من الريسبتورز دي؟ عندنا خمس انواع معروفين في الجسم لغايه دلوقتي. متوزعين فين؟ متوزعين الحقيقة تقريبا في كل الجسم. مثلا عندي الـ S1P1 ده موجود in the lymphocytes، موجود في النيورال سيلز. النيورال سيلز اللي هي ايه؟ الأستروسايتس، تمام، موجود في الميكروغلايا، موجود في الاندوتيال سيلز بتاعت البلد فيسلز، موجود في الاتريال مايوسايتس، موجود في الهارت، موجود في السموث ماسل سيلز. اذا موجود في الكارديوفاسكولار سيستم كهارت وكبسل، موجود في الليمفوسايتس، وموجود كمان في السنترال نيرفس سيستم بصورة الأستروسايتس اند مايكروغلاي. بيعمل ايه في الليمفوسايتس؟ هو بيساعد على الإيجراس اوف ذا ليمفوسايتس عشان خاطر تبتدي تعمل ايه؟ تهاجم الانتيجين اللي داخل. الانتيجين بيدخل في الاول، بيدخل وبتتعرض للليمف نود نفسها، الليمفوسايتس اللي قاعده جوه الليمف نود بتاخد الانتيجين، بتبقى متعرضه للانتيجين شويه. بعد كده يبتدي يحصل ايه؟ اما الانتيجين ده يهاجم الليمف نود يحصل ايه؟ يحصل اكتيفيشن اوف ذا ليمفوسايتس، ذا تي اند ذا بي ليمفوسايتس. اكتيفيشن معناها ايه؟ معناه انه سكند ستيب از بروليفيريشن، اكن انا ببتدي اجيب الباثوجين او الانتيجين ده، يبتدي جيش كامل من الليمفوسايتس يبتدي ان هو يتحرك ويتدرب ويخرج. بعد كده بقى الدور بتاع الاس 1 بي 1 ريسبتور ان هو يعمل ايه؟ ان هو يبقى اوفر اكسبريسد، يروح طالع يحصل ايجريس اوف ذا ليمفوسايتس الاكتيفيتد. وكلمه اكتيفيتد كلمه مهمه جدا، بره انتو ذا سيركيليشن، يطلعوا لنا بقى الهايلم اوف ذا ليمف نود سيركيليشن وهكذا. الحاجة الثانية النيورال سيل مايجريشن، ليه دور في النيورال سيل مايجريشن في الديفلوبمنت في الامبريوجينيسيس اوف ذا نيرفس سيستم، كمان ليه دور في الفاسكولار فورميشن، في الهارت فورميشن، في الاندوتيليال بارير فورميشن. ده الدور بتاع الاس 1 بي 1 ريسبتور. الاس 1 بي 2 ريسبتور موجود ان ذا سي ان اس سيلز وفي الاندوتيليال وفي السموث ماسلز. والحقيقه الاس 1 بي 2 ريسبتور برضه بيشتغل عليه الادويه بتاعتنا، تحديدا الفينجولين. ليه علاقه بالهيرنج وليه علاقه بالفيستيبولر سيستم والفاسكولار تون. برضو الاس 1 بي 3 برضو النيورال سيلز اللي موجوده عندنا الاندوتيليال والسموث ماسلز، نفس القصه. الاس 1 بي 4 بقى ده الادويه بتاعتنا اللي احنا هنتكلم عليها النهارده، ويذر ذا فينجولي مود او ذا سيبوني مود، ما بيشتغلوش عليه جامد. الاس 1 بي 4 يعني شغلهم عليه مش قد كده. ده موجود فين؟ موجود ان ذا ليمفوسايتس. نيجي بقى للريسبتور الخطير جدا اللي النهارده هيكون البطل بتاعنا تقريبا، اللي هو الاس 1 بي 5. موجود فين؟ ان ذا سنترال نيرفس سيستم. فين؟ في الوايت ماتر، ان ذا لونج تراكتس. فين؟ في الاوليجودندروسايتس اللي هو الاس 1 بي 1 ريسبتور، وموجود كمان بريفيرالي في الان كي سيلز او الناتشرال كيلر سيلز. يبقى ناخد بالنا كويس ان عندي الاس 1 بي 1 موجود مينلي بريفيرال، بس برضه يتواجد سنترال على الميكروجلايا وعلى الاستروسايتس، والاس 1 بي 5 موجود مينلي سنترال ولكن له تواجد بريفيرال على الان كي سيلز اللي بدا يبقى ليها برضه دور مؤخرا في الباثوجينيسيس اوف ذا ام اس. بيعمل ايه؟ بيعمل oligodendrocyte maturation، بيهلب الفانكشن بتاعتها. اتكلم شويه اكتر على السيبوني مود. السيبوني مود اللي هو البطل بتاعنا النهارده، اللي هو خليفه الفينجولي مود او اكنه sort of next generation S1P receptor. بيشتغل على ايه؟ قال لك السيبوني مود ده بيشتغل على two receptors فقط او two receptors mainly من الS1P receptors. شغال peripheral قوي على S1P1 وسنترال قوي على الاس 1 بي 5. طيب هفهم من كده ايه؟ احنا لسه قايلين من شويه الفانكشنز، فاحنا ببساطه بيشتغل على الاس 1 بي 1 هو المفروض شغال از اجونست. يعني ايه اجونست؟ اجونست انه بياخد مكان، هو الستراكشر بتاعه سيميلر للسفينجوزين، فبياخد مكان السفينجوزين يروح ايه عامل كابلنج للاس 1 بي ريسبتورز. في الاس 1 بي 1 بيشتغل
كأنتاجونست، هو قاعد مكانه بس بيعطل الشغل بتاع الريسبتور، بدل ما يعمل له اوفر اكسبريشن عشان يحصل اجريس يعمل له داون ريجوليشن، يبقى هو بيقعد كأجونست ولكنه بيشتغل كأنتاجونست. بالنسبه بقى الناحيه الثانيه للاس 1 بي 5 هو بياخد مكان الاسفنجوزين وبيقعد، بس في الحاله دي بيشتغل فانكشنالي كمان كأجونست، بينهانس الاوليجودندروسايت ماتوريشن وبروليفريشن ومايلين فورميشن. ريدكشن طبعا الفانكشن بتاعته هتبقى ايه؟ طبعا اللي ما قلنا هيبقى انه بيريديوس الريدكشن، بيريديوس الاجريس اوف ذا ليمفوسايتس فروم ذا ليمف نودز انتو ذا سيركيليشن، بيريجيليت الاندوتيليال فانكشن البلد فيسلز، وكمان ليه علاقه بالهارت ريت ان سنس، لانه في الاخر الاس 1 بي 1 موجود فين كمان؟ موجود في الهارت. وعندي الايفكت على الاس 1 بي 5 اللي هي العلاقه ليها علاقه بالريجيليشن اوف ذا اي اوف ذا اوليجودندروسايتس. الاس 1 بي 5 ريسبتور ده زي ما اتفقنا موجود في الوايت تراكس بتاعت السي ان اس، موجود في المايلينيتنج سيلز اوف ذا برين اللي هي الاوليجودندروسايتس. لقوا انه الكلام ده كله عرفناه منين؟ عرفناه من بري كلينيكال ستاديز وعرفناه على انيمال ستاديز. بيبتدوا ان هم يشوفوا عشان يعرفوا الفانكشن بتاع كل ريسبتور، مش بس ده اي ريسبتور، يبتدوا ان هم ياخدوا يعملوا له ديليشن يشيلوه من هنا. فقال لك المايس اللي هم كانوا ديفيشنت البرين سيلز بتاعتهم من الاس 1 بي 5 كان عندهم ما كانش واضح قوي ديفيسس ان ذا مايلينيشن، ولكن ستيل الدور بتاعه اصل ليه على الاول جدندوسايتس اكيد في حاجه، بس الحاجه دي لسه مش واصلين لها. كان الكلام ده في 2005 والكلام قديم شويه، بس واضح اللي هقوله لكم بعد كده في الاستاديز الجديده بتقول لا انه ليه دور ودور فاعل كمان. دي سلايد جديده لانج بنتكلم فيها على مجموعه كامله من الاس 1 فوسفيت ريسبتور موديوليترز. انا بتكلم على الفينجولي مود الاساسي، سيبوني مود، عندنا كمان وزاني مود، عندنا كمان بونيزي مود، وعندنا كمان أميزلي مود. الأميزلي مود ده كمان ليه دور في الألسراتيف كوليتس والأمس. دول مجموعة يعني زي ما احنا شايفين development وevolution اتبدأت بالمولكيول في رأي المعجزة الفينجولي مود. ده الevolution of the سيبوني مود من الفينجولي مود. هو ليه ما احنا عندنا فينجولي مود؟ ليه يعني نشوف حاجة تانية؟ كان الحقيقه في كذا كونسبت وكذا يعني ايشو مع الفينجولي مود. الاول حاجه ان احنا بنقول ده كل حاجه بتتطور وكل حاجه بتتحسن وكل حاجه بتيفولف وكل حاجه ليها الدور بتاعها، واحنا لسه عندنا unmet needs موجوده ان ده ام اس اللي هو الاس بي ام اس واللي هو حاجه تارجت السنترال انفلاميشن اللي حاصله هناك دي. قال لك طيب تعال نشوف الفينجولي مود ده. الفينجولي مود على فكره عنده القدره ان هو يكروس ذا بلاد برين بارير، بس مش قوي كده. عايزين حاجة لما نعمل حاجة حلوة كده بالفينجولي مود وتقدر انها تكروس البلود برين بارير بمهارة وبأفينيتي عالية عشان تعمل هناك شغل. فأنا عندي الكومباوند كان عندنا حبة يعني اوبتمايزيشن بالنسبة لإيه؟ بالنسبة السيبوني مود ان ريليشن للفينجولي مود ايفولوشن. بوتنسي اجينست الاس 1 بي 1 ريسبتور، عايزين حاجه تبقى شديده قوي كده بوتنسي، عايزين حاجه تبقى سيلكتيف اكتر، يعني مش عايزين بقى الحاجه اللي هي بتقعد تعمل لنا براديكارديا وهايبوتنسي، يعني عايزين لما نعمل حاجه عشان تروح السنترال نيرفس سيستم عايزينها تبقى كمان البروفايل بتاعها يكون الطف واقل ادفيرس ايفنتس على البيشنت. وفعلا السيلكتيفيتي بتاعه الاس 1 بي 5 كانت اعلى ما يكون في السيبوني مود. السيفتي والفارماكوكاينيتكس اللي هنعرفها بالتفصيل الفرق ما بين الفينجولي مود السؤال اللي اتسال اند ذا سيبوني مود. ده التطور الطبيعي للفينجولي مود نتج عنه هذه المولكيول اللي اسمها ذا سيبوني مود اللي هي كاركترايزد بايه بقى؟ بالسلكتيفيتي للحاجات اللي انا عايزاها اساسا، مش عايز اخد حاجات في النص S1P5 S1P1 S1P5 شكرا. البريفرنشال ديكريز بيحصل لما الدواء بيتاخد within 4 to 6 hours بيحصل بريفرنشال ديكريز في CD4 هيلبر سيلز، في النايف تي سيلز، في السنترال ميموري تي سيلز، في كل الكومبوننتس اللي انا مش عايزاها في الانفلاماتوري ريسبونس بريفيرال لانه فعلا هو شغال بريفيرال على فكره ما ننساش. بعد كده انا عندي كمان في دوز ديبندنت ريدكشن اوف ذا بريفيرال ليمفوسايتس. كل ما انا بعلي الدوز كل ما الليمفوسايت ريدكشن بيزيد، في نفس الوقت بقدر بسهوله وبسرعه يرجع تاني للنورمال ليفل وهنقول بعد قد ايه دلوقتي. Generally الفارماكوكاينيتكس more favorable، البنتيشن للسي ان اس احسن، الدي هاف شورتر ذان الفينجولي. ده
حاجه لطيفه جدا بيبين لنا الكلام بقى باي ايفيدنس. ايه هو السلكتيفيتي الواضحه جدا؟ احنا قلنا من شويه انه اس دوز ديبندنت، صح كده؟ طيب هل اما انا ازود الدوز بتاعه السيبوني مود هبتدي بقى كل الريسبتورز تبتدي يعني انتراكت معاها بقى؟ ما هو ممكن، ما هو زاد، فممكن بقى اما يزيد قوي يروح برضه يبقى السلكتيفيتي بتاعته يفقدها شويه. الحقيقه لا، لا استيل انه مهما زودت الدوز ستيل هو سيلكتيف باي انكريزنج دوز على S1P1 والS1P5 مثلا SP3، مهما زودت الدوز هو ملوش دعوه بيه. الكلام ده مهم عشان السيفتي والادفيرس ايفنتس ايشو وهكذا. ادي عندنا الفانكشن بتاعتها تقريبا، ده خلاصه الكلام اللي احنا قلناه، انه بيشتغل بريفيرلي عن طريق الداون ريجوليشن اوف ذا S1P one receptor، فبيعمل بيبريفنت الاجريس اوف ذا ليمفوسايتس انتو ذا بريفيرال سيركيوليشن، تحديدا الاكتيفيتد ليمفوسايتس تي ان بي، و on the other side is TNS independent of this peripheral inflammation be penetrate the blood brain barrier، بيدخل لأرض المعركة زي ما الدكتورة ساندرا قالت الضابط دخل، أنا هقبض عليكم كلكم يا مجرمين يا inflammatory cells وحوريكم، وبيدخل جوه، وكمان مش بس بيدخل وبيحاول يوقف الخناقة، ده كمان بيحاول يصلح اللي اتكسر ويحاول ينهانس الريمايليشن. كل اللي هنعرفه دلوقتي عن الستايلز والإيفيدنس بتاع الكلام ده. محتاجة دلوقتي أعرف حبة ديفينيشنز عشان تبقوا معايا في السلايد الجاية علشان الفارماكوكاينيتكس أند داينامكس أوف ذا سيبوني. أول حاجة الأفينيتي، أفينيتي يعني إيه؟ النهم والالتصاق، فالأفينيتي هو عبارة عن the extent to which a drug binds very strongly to a receptor. تمام. حاجة اسمها potency، البوتنسي القدرة. القدرة دي مالها؟ يعني كل ما كانت الموليكيول أو كل ما كانت الدوز صغيرة وقدرت تعمل تأثير كبير يبقى ده potent drug. مثلاً حاجة تانية زي الـ Emax اللي هي بتمجر البوتنسي، in a sense الـ Emax دي اسمها the maximum effective dose اللي قادرة على production of 50% of the drug effect. وعندي حاجة اسمها EC50 اللي هي الـ half of this maximum effective dose اللي قادرة برضو على تحقيق 50% reduction أو 50% من الإفكت. يعني أكيد بالمنطق كل ما كانت الـ EC50 دي قليلة وبتعمل تأثير كبير يبقى دي أكيد الدواء. هنا التناسب عكسي ما بين الـ EC50 كل ما قلت كل ما يعني كل ما كانت قليلة وبتعمل تأثير كل ما كان التأثير بتاعها عالي جدا. هنشوف الكلام ده بقى انتروكس. هسيبني من الناحية الشمال وهتكلم على الناحية اليمين اللي هي بنتكلم فيها على الـ EC50 اللي احنا عرفنا معناها دلوقتي كويس جدا، وهنشوف الـ AT. هشوف ان عندي ارقام قليلة جدا بالـ 0.4 على الـ S1P1، في حين ان عندي على الـ S1P2 و3 و4 ارقام بالمئات وارقام بالالاف وعشرات الالاف، صح كده؟ طيب معنى كده ايه؟ طبعا اللي انا قلته، معنى كده انه الإفكت بتاعه على الـ S1P1 عالي جداً لأنه الـ EC50 قليلة قوي، معنى كده القليل قوي ده بيعمل شغل كبير جداً. نفس القصة في الـ S1P5 هنلاقي إن هو 1، ده بقول برضو نفس الكلام، الكلام ده I mean إنه by numbers عشان يبقى الكلام very clear، ما هوش كلام وبس كلام بالأرقام. ففي الآخر بنقول إن عندي الـ S1P1 تقريباً الـ selectivity بتاعته أعلى 1000 مرة من الـ S1 2 3 4 واعلى 750 مره بالنسبه للاس 1 بي 5. نفس القصه هنا بنعرض برضو كل الاس 1 بي موديوليترز والافينيتي تو ديفرنت ريسبتورز، هنلاحظ او مش الافينيتي بقى البوتنسي ميجرد بالاي سي 50، هنلاقي ان انا عندي طبعا الفينجولي مود زي ما احنا شايفين ايه قصته. الفينجولي مود ما شاء الله ارقامه كلها صغيره، معنى كده انه نون سيلكتيف، ده شغال على كله، شغال على كله بقدره عاليه. لكن عندنا السيبوني مود، البونيزي مود، الاوزاني مود، هنبتدي نلاقي ان هم لا سيلكتيف على الاس 1 بي 1 والاس 1 بي 5. ده كلام بقى لطيف جدا. هنتكلم على دلوقتي على الكومباريزن اكتر واكتر بين السيبوني مود والفينجولي، بغض النظر عن الانديكيشن اللي هو ان السيبوني مود ده في الاس بي ام اس تحديدا الاكتف اس بي ام اس، وانه الفينجولي مود في الريلابسنج ام اس، ده الابروفد انديكيشن. في هنا كذا حاجه تهمني في السلايد. اول حاجه واخطر حاجه واهم فرق اللي هو بيفرق لي ما بين السيبوني مود والفينجولي مود،
مش مجرد ان انا هقول والله يعني ادفيرس ايفنتس قال لي يعني طب الموضوع مستاهل، طب ما كده كده الفينجوليموب بينتريت الاس 1 بينتريت السي ان اس وبيشتغل على الاس 1 بي 5. الفرق في الحته دي انه السيبونيمود از ان اكتيف كومباوند، هو من ساعه ما داخل الراجل اكتيف وشاطر ونشط ودخل جري من غير اي تلكؤ ومن غير اي فقد للكفاءه في السي ان اس. بالنسبه للفينجوليموب اتس ا برو دروج، يتشوف بيه الأول فوسفوريليتد، فوسفوريليتد ده بيضيع وقت وبيضيع كفاءة، طب ممكن تس بنتريت ده بلاد برين بارير بس بكفاءة أقل. ونخلي بالنا من حاجة، واحد مركز سيلكتيفيتي يعني أنا سيلكتيف قوي على اللي هنا فوق، لكن التاني متشتت الفينجوليموت مشتغل على ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده، فأكيد اللي بيشتغل بادي سيلكتيف وهاي أفينيتي على ريسبتورز بعينها أكيد هيبقى أقوى في التأثير من واحد متشتت وبيدخل الـ CNS بنص كفاءة. نفس القصة هنا، الفرق برضو فرق مهم جدا، إن أنا عندي دكتورة نيمين هتكلم على القصة دي بالتفصيل، قصة الجينوتايب دي حتى يمكن تكون شوية يعني نقول صعبة شوية، أو يعني هو إيشو في موضوع السيبوني موت إنه لازم أعمل لهم جينوتايبينج للسيتوكروم بي اللي هو بي 2C9 دوت عشان خاطر أتأكد إنه هو ما عندهمش يعني هوموزايجوس بطريقة ما عشان ما يأثرش على ما يعملش توكسيسيتي بالدروب، فلازم العينين بتعمل لهم، وده الشركة هتعمله إن شاء الله مش قصة يعني، وساعتها هيبقى يعني هيتقال بالظبط مين اللي هياخد، مين اللي هيبقى إكسكلودد أصلا مش هياخد الدواء، مين اللي هياخده بس بجرعات اقل، فده ايشو بالنسبه لي السيبوني مود. الحاجه الثانيه زي ما قلنا البرين بنتريشن ات جوز فور بوث، ولكن بشكل اكثر فاعليه واكثر كفاءه بالنسبه للسيبوني. السلايد دي هيهمني برضو فيها برضو لسه في معرض الكلام والفرق ما بين الفينجولي مود والسيبوني مود، هنلاقي ان انا عندي هنا في حاجه اسمها ايه فينجولي مود وفينجولي مود بي. فينجولي مود بي ده اللي هو ايه اللي هو الفوسفوريليتد، وكان الفينجولي مود اللي دخل ده اكنه الاكتيف انجريدينت اللي هو الفوسفوريليتد فينجولي مود والسيبوني مود. التي هاف احنا هنستغرب من حاجه، دايما يقول لك التي هاف اوف ذا جيليني او اوف ذا فينجولي مود هو من حوالي 6 ل 9 ايام، كويس قوي. امال ليه بنقول انه ريكفري اوف ذا ليمفوسايتس هتاخد لها شهر شهرين؟ ازاي؟ عشان كده، علشان انا عندي التي هاف بتاعه الفينجوليمود نفسه كبرو دروج هو كده هو 180 ساعه 9 6 ل 9 ايام، لكن الفوسفوريليتد او الاكتيف فينجوليمود شهر لشهرين، تمام. بالنسبه بقى للسيبونيمود لا بقى طبعا يعني فرق كبير جدا 36 ساعه، فحاجه يعني فيري شورت تي هاف. الحاجه الثانيه اللي تهمني الريكفري اوف ذا ليمفوسيتيك كاونت، انا حصل عندي ريدكشن انيشال في الليمفوسيتيك كاونت، طب امتى تاني ما بوقف دواء بعد قد ايه هيبتدي يحصل ريكفري للليمفوسيتيك كاونت؟ شهر لشهرين الفينجولي مود والفوسفوريتد فينجولي مود، لكن 1 ويك بالنسبه للسيبوني مود ماكسيمم 10 ايام. فطبعا حاجه كويسه جدا يعني بتخلينا ان احنا لو حتى هنوقف ده ان احنا نتحرك اسرع بكتير من الفينجولي مود، وطبعا ده بيبقى تبعاته انه بيقلل جدا الريباوند اللي ممكن يحصل بعد الفينجولي مود سيسيشن او ريكارنس اوف ديزيز اكتيفيتي. دوز تايتريشن از ان ايشو بالنسبه للسيبوني مود. قدامه الناحيه الثانيه الاف دي او، يعني لو قلنا الدوز الفيرست دوز فيها مشكله هنا او هنا الاثنين فيهم ايشوز. الايشو الاولاني في الفينجولي مود لازم في الدوز اوبزرفيشن في مستشفى في مونيتور عشان اتاكد انه الهارت ريت بيحصل فيه ايه والبلاد بريشر بيحصل فيه. السيبوني مود لا، في حاجه اسمها دوز تايتريشن، هو مش هيروح مستشفى غير في حالات معينه جدا محدده جدا ليها علاقه انه عنده مثلا اي سسبكتد بروبلمز في القلب او كده، لكن هي مش مطلوبه اساسا، ولكن في حاجه اسمها دوز تايتريشن هنتكلم عليها بالتفصيل. الهارت ريت ريدكشن اللي بيحصل مع الفينجولي مود بيبقى حوالي 7 بيتس بير مينيت within 6 hours، بيبقى اكتر مع السيبوني مود اللي هو الدوز ال 2 ملي جرام، واحنا وي دو نوت start by 2 milligrams احنا بنستارت بربع ملي جرام، تمام. فعشان كده احنا عارفين انه الدوز 2 ملي جرام دي لا، انا بيبقى عندنا في مارك ديدكشن ان ذا هارت ريت، فخلاص احنا هنستغنى عن الاف دي او للدوز اوبزرفيشن وهنبتدي طيب ما ندي له دوز قليله وابتدي ان انا اعلى بدوز واحده 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 بحيث ما يحصليش برادي كوتي.
نفس كأننا بنسام اب الديفرنسز ما بين السيبوني مود اند ذا فينجولي مود. المود اوف اكشن اوف ذا فينجولي مود نون سيلكتيف على كلهم الا الاس 1 بي 4 اقل حاجه. التارجت اس او هنا اس 1 بي 2 اللي بيبقى مش شغال عليها كويس. التارجت بتاعته الثاني الاس 1 بي 1 خلاص قلناه اس 1 بي حفظنا بقى. الفارماكوجينومكس بتاعته ليه علاقه بالسيتوكروم بي 2 سي 9 والفيرست دوز وهكذا. الكلام ده كله اتقال اعتقد والدنيا بقت فيري كلير. والفرق اعتقد يعني اللي لسه مش عارف الفرق بين الفينجولي مود والسيبوني مود يحط لي على الشات عشان نبريفاي ولوني اتصور انه خلاص الدنيا بقت كلير انف. طيب دلوقتي هذا الكلام كله قلناه بيز على بري كلينيكال ترايلز وعلى الفيسيولوجي بتاعه الريسبتورز والفيسيولوجي اوف ذا سفينجوزين والبري كلينيكال ترايلز بتاعه السيبوني مود. طيب ايه الايفيدنس بقى بتاعي بالنسبه انه هذا السيبوني مود يعني ازاي بيشتغل جوه السي ان اس؟ يعني حضرتك قلتي لي كويس قوي بيدخل جوه بيعمل ايه بقى جوه السي ان اس. جوه السي ان اس هنسيب الجزء الشمال وهندخل على الجزء اليمين اللي خاص بالسي ان اس. بيعمل كل حاجه خير ان شاء الله. يعني دلوقتي انا عندي الامبليفيكيشن اللي بيحصل في الاميون ريسبونس لامبليفيكيشن عشان بقى عندي مايكروغلايا انتيجين بريزنتين سيلز عماله تاوجمنت وعماله تبريزنت ويحصل انفلاميشن تحصل تبريزنت تاني واكتيفيشن. الاكتيفيتد لينفوسايتس نفسها يا جماعه هي نفسها بتاكتيفيت المايكروغلايا بتخليها فهي انت بتاكتيفيت الليمفوسايت اكتف اساسا داخلك تمام. فبتعمل اكتيفيشن المايكروغلايا. المايكروغلايا تعمل ايه؟ تعمل انتيجين بريزنتيشن فتاكتيفيت الليمفوسايت وهكذا. هنا ده بقى بيعمل ايه؟ بيفض الخناقه. بيفض الخناقه يبتدي ان هو يعمل لا ريدكشن للامبليفيكيشن اوف ذا مايكروبلاي. المايكروبلاي اهدي اهدي عليها ايه مايكروبلاي اس 1 بي 1 فيبتدي يعمل لها داون ريجوليشن فتبتدي الانتيجين بريزنتيشن يقل ويهدى. الاستروسايت يبتدي يعمل لها داون ريجوليشن فيحصل ايه؟ يحصل ان هي تبتدي الجلايوزس والجلايوتيك بروسيس تقل. طيب ريمايلينيشن ما هو شغال على الاس 1 بي 1 الاس 1 بي 5 بتاعت الاوليجودندروسايتس تمام. فده اللي بيعمله جوه السي ان اس. وات از ذا ايفيدنس بقى في الكلينيكال ترايلز؟ دي انيمال ستادي لطيفه جدا. اول حاجه عايزين نثبتها هو انه هذا السيبوني مود فعلا يعبر البرابرين بارير. اثبت لي كلام حلو اثبت لي ادي الاثبات. عندنا التجربه بتاعه اللي هي هنا الجزء ده هنلاقي يعني عندي هنا الاحمر ده ماكسيمم كونسنتريشن بتاع الدم كويس كده. هنلاقي ان انا ويز تايم كل ما الوقت بيعدي كل ما الاحمر عندي بيزيد. معنى كده ايه؟ معنى كده انه ال penetration of the siponi mode happens within the CNS وانه بيزيد مع الوقت. ده اول حاجه. طيب ايه قصه بقى ان هو بيأثر على الانفلاميشن جوه النيرفس سيستم؟ اهو ادي الجراف الثاني بيقول انا عندي ده الفيكل او البلاسيبو بتاع الانيمالز وادي عندي السيبوني مود. لا الانفلاماتوري سوب الانفلاماتوري سايتوكاينز الميجر بتاعهم ميجر بقى بالسايتوكاينز والارقام اللي موجوده عندنا بنلاقي الاماونت اوف انفلاميشن بتقل مع السيبوني مود. الاكتيفيتد مايكروجلايا اللي هي المصنع اللي هو بقى اللي هي الست اللي عماله تزن بقى ها 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 برضو الاكتيفيتد مايكروجلايا بتقل مع السيبوني مود سيجنيفيكنتلي. طب الديمايلينيشن اللي هو الناتج الرسمي للانفلاميشن والمايكروجلايا اكتيفيشن هو كمان بيقل مع السيبوني مود. ده باي ايفيدنس كلينيكال ايفيدنس. بعد كده الريمايلينيشن انا عندي هنا هو ادي ده كنترول ما بياخدش حاجه وده عندي عيان مش عيان اللي هو الانيمال يعني بياخد ريتينويك اسيد. وادي عندي انا عندي ده ريمايلينيشن. ريمايلينيشن از ايفيدنسد بالكولمز دي انا عندي ايفيدنس اوف ريمايلينيشن. ممكن ما يكونش رهيب ورائع وفظيع ومريع وزي مثلا الريدكشن في الاكتيفيتد مايكروجلايا ولكن يوجد ريمايلينيشن. تو وات اكستنت يمكن يكون عليه كلام. طيب قال لك احنا كده شفنا الانيمال ستادي تعالى نشوف البني ادمين. ما احنا عندنا الاكسباند ستادي ما تيجي ناخد مجموعه من الناس ونشوف الكلام ده ممكن فعلا يبقى ابلايد براكتيكلي وكلينيكلي على هيومنز. خدوا الناس بتوع الاكسباند ستادي اللي هي الاكسباند ستادي بتاعت السيبوني مود وعملوا اكسبلوراتوري اناليسيس. عملوا حاجه اسمها ماجنتايزيشن ترانسفير ريشيو. دي بتعمل ايه؟ دي بتقيس الديجري اوف مايلين في النيرفس سيستم وعملوها اكروس ذا برين تيشو. Normally appearing brain tissue اللي هو gray white matter كل brain tissue وبعد كده فصصوها. Normally appearing gray matter
أو تحديداً the cortical gray matter والnormally appearing أو اللي هي white matter أو the noir. لقوا إيه؟ أنا عندي بالنسبة هنا هو لا طبعاً أنا عندي المفروض إنه ده بيحصل إيه؟ ده الميلين بيقل، ده دي ميلينيشن. أنا عندي هنا ميلين ده بالماينس، ده السهم المشتعل اللي نزل لتحت، معنى كده إن أنا عندي الميلين بيقل. على الأقل في النابت أو النورمالي أبيرينج برين تيشو أنا ما عنديش حاجة، أنا لا زاد ولا قل، وده حلو جدا. كون إن ما عنديش دي ميلينيشن ده حاجة كويسة جدا. ده كمان حصل الكولم بدأ يطلع شوية فوق في جراي ماتر، حلوة قوي، معنى كده إن أنا بدأ يبقى عندي حتة تري ميلينيشن بتحصل في النورمالي أبيرينج وايت ماتر. لا ده أنا عندي كمان ميلين بيزيد، فده كمان ايفيدنس حلو جدا في الهيومنز. قالوا طيب هناخد احنا سب جروب وهناخد الاكتف اس بي ام اس. الاكتف اس بي ام اس لقوا انه هنا يمكن يكون في significant difference، يعني هو هنا ما طلعش صحيح في النابت، ولكن في significant difference ما بين البلاسيبو والناس اللي اخذت سيبوني مود. لا الدي مايلينيشن كان اقل بكتير جدا، وهنا مش بس دي مايلينيشن كان اقل، ده انا عندي كمان في الكورتيكال جراي ماتر ده انا كان عندي دي مايلينيشن. اذا انا عندي consistent impact on the remyelination او at least الانهيبيشن of دي مايلينيشن. اوكي هنا المختصر بتاع السيبوني مود ان هو عنده dual action central and peripheral، وانه عنده هايبوتنسي على الاوليجودندروسايتس وهكذا. نفس الكلام مش هقوله تاني لانه قلناه بالظبط، قلناه بالافيدنس كمان. طيب كلينيكال ايفيدنس، بعد ما قلنا هذا الكلام الجميل جدا، ايه الامباكت على العيان؟ يعني العيان هشوف فيه ايه؟ الاكسبانس ستادي قالت لنا الجراف اللطيف دوت ان انا عندي الريسك اوف بروجريشن اوف كونفيرمد ديزابيليتي بروجريشن بعد 6 شهور بيقل بحوالي 22%، وقالوا انه الايفكت ده كان احسن بكتير في الناس اللي هم الاكتيف اس بي ام اس اللي هم لسه بخيرهم، اللي هم لسه عندهم انفلاميشن، عندهم لسه برين ريزيرف، رادر ذان الناس اللي هي كانت خلاص ديجنريتيف او كان عندها هاي اي دي اس اس او دخلت في البروجريشن بقى لها شويه. تمام، عشان كده هو فعلا ابروفد في الناس اللي هي active SPMS مش SPMS in general. الحاجة التانية قال لك أنا عندي الـ invisible symptoms اللي تم الكلام عليها النهاردة اللي هو زي الكوجنيشن. طب يا ترى الكوجنيشن بيتأثر؟ احنا بدأنا هنحطه كماركر معنا ككلينيكال ماركر ونبتدي نجري وراه، فهل فعلا بيتأثر؟ قال لك ده الـ reduction of the cognitive worsening اللي هو تحديدا الـ information processing speed، لقوا انها الورسنينج بتاعها بيقل، المعدل الورسنينج بيقل 21% مع السيبوني مود. ايضا قال لك طيب هل السيبوني مود، انا لسه بقول لكم احنا محتاجين العيان يكون بخير ولسه في الاكتف ستيج، طب يعني العيان اللي هو الاس بي ام اس اللي هو مثلا اي دي اس 6 ده خلاص راح مننا؟ يعني الحقيقه ما راحش مننا. ليه؟ لانه برضو عملوا سب جروب اناليسيس قالوا طيب احنا هناخد العيانين على حده، دول لوحدهم ودول لوحدهم، لقوا انه صحيح الـ EDSS 6 مش بيتحسن، ولكن بيحصل حاجة مهمة جدا، بيحصل delay بحوالي يعني expected delay of progression to wheelchair 4 سنين. يعني العيان بيفضل still independent، ودي حاجة مهمة جدا، يعني حتى فهو ليه effect على الناحيتين الـ early active وده أحسن وقت ندخل فيه، وكمان ما نيأسش لانه ليه افكت كويسه جدا على الناس اللي هم اي دي اس 6 اللي هم رايحين لسكه الويلتشير. لا بيقول لهم استنوا شويه مش هنروح دلوقتي، هنستنى مع بعض على الاقل 4 سنين. الحاجه الثانيه بقى في الاولي اللي هي اوبن ليبل اكستنشن، ده كان في الاكسباند نفسها الاولي اوبن ليبل اكستنشن، كان في الحقيقه برولونجيشن اوف ذا تايم اوف ورسنينج. يعني بدل ما انا مثلا هيحصل ورسنينج بعد شهر، لا حصل ورسنينج بعد شهرين، worsening بعد 3 شهور، حصل worsening بعد 6 شهور. قال لك بيحصل فيه 50% reduction in the rate of in the rate أو prolongation in the period اللي بيحصل فيها progression. ففي الآخر هو definitely لي impact على clinical progression مش بس experimental. دي الدوزنج بتاعت السيبوني مود عشان نتعرف عليها اما ينزل نبقى احنا برضو اورينتد بيها. ان انا عندي دوز تايتريشن ببتدي بربع ملي جرام دي 1، دي 2 ربع ملي جرام، دي 3 50 ملي جرام، دي 4 75 ملي جرام، دي 5 1.25 ملي جرام، دي 6 بنوصل للتارجت دوز اللي هي 2 ملي جرام يوميا.
طيب لو انا عندي حبه مشاكل بالنسبه للجينو تايب، انا عندي في جينو تايبس اللي هي بتبقى تقريبا اللي هي هوموزايجوس 3-3 ده بيبقى اكسلود ما بياخدش الدم، لكن اللي عنده حاجات بقى هيتيروزايجوس زي مثلا 1-3-2-3 بنعمل ايه؟ ببتدي بعمل تايتريشن يعني برولونجد شويه، وبعدين ما بوصلش الاثنين بوصل لواحد ملي جرام، يعني بيبقى في الاخر عند الناس دي التارجت دوز بتكون 1 ملي جرام عشان ما يحصلش توكسيسيتي. طيب انا وقفت الدواء لاي سبب من الاسباب تمام، وعايز اعمل ري انيشيشن اوف ذا دوز، فقال لك الاتي: after completing initial titration لو maintenance treatment is interrupted for 4 or more days، لو انا وقفت التريتمنت 4 days or more لازم اعمل ري انيشيشن تاني اوف ذا دوز titration. خلصنا كل ما يتعلق بالسيبوني مود، وأرجو أن أكون يعني صبرت أغواره، وأرجو أن أكون ريحتكم regarding الفرق بينه وبين الفينجولي مود، وهل فعلا بيضيف حاجة في العالم الجديد بتاع الاس بي ام اس ولا لا. نتكلم على patient profile كده، وده typical patient profile كان من الاكسباند study اللي هو typical patient الاس بي ام اس age 48 years old age time since MS diagnosis 10 سنين فبقى له فترة طويلة، المين EDSS أكتر من 4 فهو غالبا كده دخل في الـ SPMS، patient phenotype active SPMS، السيمتمز بتاعته كانت عبارة عن إيه؟ عبارة عن progressive worsening in walk and imbalance، ما فيش عندي التك واضحة weakness، لا أنا عندي هو عمال المشي بتاعته عمالة توحش، worsened gait increasing dependence on assistive devices، لا انا دلوقتي بقيت محتاجه ان انا مثلا امشي اسند على حاجه، احيانا امشي مسافه واضطر ان انا اقف، لا عايز حد جنبي، fatigue invisible symptom very important، decreasing energy neuropathic pains brain fog، لا بدأنا بقى نتوه شويه ونعلق شويه وحاجات زي كده، إن عندنا في الام ار اي بتاعه في عندنا increase in the T2 lesion load increase GAD lesion، عشان كده هو active SPMS ان عندي progression gradual، في نفس الوقت عندنا activity evidence بال MRI. البيشنت ده الـ EDSS 4 وما عندناش major motor relapses تمام، ولكن عندنا فيه cognitive fogging وبدأ يبقى فيه عندنا cognitive issues، comorbidities osteopenia ودepression، دي عيانة تانية 54 years old woman ودي بدأ القصة معها at the age of 18 years تمام، قعدنا 18 years أخدنا بيتافيرون وبعدين جالها ما استحملتوش، قلبت لريليف ما استحملتوش، رجعت تاني على البيتافيرون، فضلت الست الحقيقة سنين طويلة جدا وهي ستيبل وكويسة من حيث there are no major frank relapses، ولكن بنتها بدأت تلاحظ انها لا ماما مش مركزة، ماما مش زي الأول اللي بتجمع بصعوبة، بدأنا ندخل في cognition رغم ان هي ما فيش عندي frank relapses. شوية بقى على سن 51 سنة بدأت لا تبقى محتاجة بقى إنها تسند، إنها يعني تمشي بقى بمساعدة، بدأ يبقى فيها عندنا من ضمن الكوجنيشن وورد فاندينج ديفيكولتيز، الكلام ده من 2018. يبقى احنا دخلنا في البروجريشن، الحقيقة ده اسمه سوفت ساينس انفيزيبل سيمتوم، لكن عندي سايلنت بروجريشن، سايلنت بروجريشن ان مش لاقي حاجة قدامي واضحة ولكن عندي الكوجنيشن، عشان كده is very important ان انا العيان بتاعي بعمل له baseline مش بقارنه بحد، انا بعمل العيان بتاعي المفروض ده الايديال بقى اللي احنا نبتدي نادبت في الوحدات baseline للعيان بتاعنا cognitive abilities، وابتدي ان انا monitor كل سنة بحيث يبقى جزء من الاسسمنت بتاعتي عشان القط الترانزيشن. السيبوني مود كان initiated في العيانة ديت لان هي لا العيانة دي كانت passing to progression، السيبوني مود انا كان عندي الدنيا كانت ماشية ده البيزلاين MRI بتاع العيانة زي ما احنا شايفين، والحقيقة فضل بنفس الشكل ما زادش فيه حاجة بعد كده. في جون 2019 الـ EDSS زي ما احنا ثابت نفس القصة، فضلنا ثابتين، يعني هنا الحقيقة اللي حاصل عندي ان احنا فضلنا في حالة ثبات، واحنا ده اللي بنقوله للعيان ان انا I will not improve you، انا فيش ده واحد يقولك يحسنك، ولكن انا عايزة بس at least arrest the disease progression، فكون ان احنا ننجح ان احنا نقرس الديزيز بروجريشن ده بحد ذاته نجح. دي بقى حالة عايزة اسمعها لكم الحقيقة، ده 32 years old man، ده on site engineer مهندس مواقع single، القنص بتاعته بدأت في 2016 بلاب كيمي هايبوتيزيا وسفنكتريك، واتحط على انترفيرون for 2 years والحقيقة ما قدرش يتولريت الانترفيرون وتضايق منه جدا وقرر ان هو مش عايزه، فنقلنا على تيريفلونومايد، لكن غريبة جدا حصل له حاجة غريبة جدا من التيريفلونومايد، وانا حتى عملت لها ريبورتينج لانه ده مش حاجة كومن، جي اي تي ابسيت وتالي دايريا
مهم شهر وقفه وقال انا مش هاخد ادويتي تمام. طيب كل الفتره دي ما جالوش فيها ريلابسز غير يا دوبك مثلا احيانا يقول لي انا عندي سفنكتريك انا اخد مش عارفه حاجات كده خفيفه. اوبا 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 للاسف انا ما نقلتش الفيديو الاوديو. طيب هضطر اقول لكم كان نفسي اسمعكم العيان نفسه وهو بيقول ايه بس الاوديو ما اتنقلش معايا. قال لي الاتي كان عندي من كام يوم فبيقول لي انا دلوقتي ما بقتش زي زمان. ولد عنده 32 سنه ما بقتش زي زمان. ازاي؟ لا انا مشيتي بتعب بعد فتره. انا كنت بحب امشي جدا وبحب اروح واجي انا دلوقتي مش قادر امشي زي الاول. انا ممكن مثلا كده ربع ساعه وابتدي ان انا اضطر ان انا اقف شويه اتريح دقيقه دقيقتين واكمل تاني. ده ما كانش بيحصل زمان. نو ريلابسز. ولكن بدانا يحصل عندنا مشكله في الانديورنس. بدا يبقى في عندي سورت اوف فاتيج فانا مش قادر اعمل اللي كنت بعمله من 3 4 سنين. من امتى يا ابني الكلام ده حصل؟ بقاله حوالي 3 اشهر. طيب اخبار التركيز بتاعك ايه؟ ما بقاش زي الاول. احيانا وانا بتكلم ابتدي ان انا يبقى في فكره في مخي وابقى عايز اقولها وانا كنت لمح جدا وبجمع بسرعه الاقي نفسي لا الفكره بتروح مني ما بقتش قادر اجمع افكاري وحافظ على الافكار اللي انا عايز استرسل فيها زي زمان. انا حطيت عليه ريد تاج وكتبت كويري باسنج تو بروجريشن محتاج ان انا اشوفه تاني. قلت له خلاص احنا بينا وبين بعض بعد كده كلام بالارقام. مره جايه ما تجيلي هتقولي بتقدر تمشي قد ايه مسافه فعلا وكل مره هتجيلي هتقولي المسافه اللي بتمشيها عن طريق ابلكيشن على الموبايل بتقدر تمشي قد ايه. وكمان ممكن يعمل حاجه لطيفه جدا ممكن اقول له 6 مينيت ووك تيست. انت دلوقتي هتنزل ابلكيشن هو اسمه ووكينج ستيبس على الموبايل وهتمشي 6 دقائق في نفس الميعاد من مثلا من ايام معينه نفس الميعاد نفس السيركمستانسز نفس الشوز نفس المكان وهتمشي لي 6 دقائق كونتينوس وهتعدي لي كام خطوه مشيتها في 6 دقائق دول. ده بيقيس الانديورنس. الانديورنس لو قل معناه ان العيان ده بيبروجرس مني وانا مش واخد بالي. اهو ده بنتكلم اهو من زمان يا دكتور بحب اتحرك وان افرت يعني في يومي بغض النظر عن الهيدس لايف بتاعي. مؤخرا بقيت الاحظ ان المجهود البسيط ممكن اتعب منه واحس ان انا عاوز اريح اخد دقيقه دقيقتين بريك واكمل تاني ما عنديش بعد قد ايه من المشي مثلا؟ يعني بعد 10 دقائق مثلا من المشي. ده ما كانش قبل كده لا يعني امتى بدات تحس ان انت لا بتتعب بقى من المشي ومحتاج تريح؟ اخر 3 شهور يعتبر اخر 3 شهور. انت عامل كام سنه يا محمد؟ عندي حاليا 32 ونص بالظبط. تمام. في مشكله تانية بالنسبه للتركيز مثلا معايا؟ ايه حضرتك ممكن ابقى بتكلم معاكي في نقطة وفي نص الكلام لو الكلام بقى كومبليكيتد ودخلنا من حتة لحتة ممكن أنسى حاجة أنا كنت في دماغي أوصلها. طب وده العادي بتاعك أنت راجل مهندس ده العادي بتاعك يعني ده ممكن يحصل ولا ده حاجة برضو حاسس إنها مش الداينامكس العادية بتاعتك؟ لا مش طبيعي مش ده محمد العادي. لا وإن إمتى بدأت برضو تلاحظ؟ تمام يا جماعه فاي ثينك انا يعني كنت حريص ان انا اسمع العين واستاذنته ان انا اسجله الكلام ده فور ايديوكيشنال بيربسز. ده الام ار اي بتاعه الام ار اي بتاع 2019 على الناحيه دي زي ما احنا شايفين حاجه فيري فينت في السباينال كورد. عندنا مالتيبل ليجنز موجوده دلوقتي في 2021 برده نفس الحاجه بالنسبه للبرين. البرين اللي فوق دوت بتاع 2019 زي ما احنا شايفين الليجنز هنا طبعا عندي بدا يبقى عندنا في مور انكريز ان ذا ليجن new lesions with enlarging lesions. This patient is transiting. هو ده the best candidate for Stepney mood. ده لسه بخيره لسه على رجليه لسه صغير لسه كل حاجة فأحسن وقت انه يتلقط دلوقتي عشان خاطر يتعمل له ال best care ونحافظ عليه لانه دلوقتي when I pay دواء غالي فلازم احطه في محله ولازم ده يبقى الconcept بتاعنا ان انا الدواء الغالي سهل انه يتحط في عيان اقدر احافظ عليه وده فانكشنينج طول حياته. باي ذا اند الام اس از بروجريسيف بروجريس طبعا للاس بي ام اس بريفيرلي ميديتد انفلاماتوري باثولوجي بالديكلاين والسنترال انفلاميشن بيتيك اوفر ومن ثم الانفلاميشن ديرايفد نيورو ديجنريشن اكتنج اون انفلاميشن
derived neurodegeneration is a must, اللي هو CNS inflammation. We among the S1P receptor modules, the siponimod is potent, next generation. Selective is S1P105. We consistent data جاي من preclinical trials, and هو بيعمل كمان reduction in inflammation, demyelination, and may enhance the remyelination. Thank you. شكرا دكتور نيفين على المحاضرة الكومبريهنسيف الشيقة الحقيقة. استفدنا منها قوي وتهيالي جاوبت على أسئلة كانت في دماغنا الفرق بين الاثنين. الحقيقة دلوقتي هنستمتع بمسك الختام الدكتورة نيفين عادل وهتكلمنا على المولكيول وازاي نتكلم على ما اعرفش تهيالي هتتكلمي على الاكسباند او بالظبط يعني البروفايل بقى بتاع العيان اللي هو هيبقى بيجين بينفيت من السيبوريمو. اتفضلي. السلام عليكم. يعني متشكره جدا على الانفيتيشن من شركه نوفارتس وانا سعيده جدا بان الميتنج مع زملائي وحبايبي واخواتي في الدكتوره ساندرا والدكتور نيفين وحاتم على راسهم يعني. ومتشكره جدا على التيم بتاع نوفارتس على ان هم يعني ما بخلوش على اي سؤال انا سالته لان انا كنت عايزه اوصل لكم الاكسباند فايل اللي هي تطبيق لكلام الدكتوره نيفين. يعني متشكره جدا دكتوره ساندرا والدكتوره نيفين سهلوا لي جدا المهمه وان شاء الله المحاضرة بتاعتي تبقى إن شاء الله خفيفة كده to the point علشان نجاوب على ثلاث أسئلة. What is the expand study؟ إيه expand study دي اتعملت؟ وهاو بقى إزاي اتعملت؟ هي دي ويمكن لو حد يعني جونيور معانا هنمشي مع بعض كده إزاي نقرأ الستادي؟ إزاي نتعلم اللغة بتاعت الستاديز نفسها؟ نترجم الكلام؟ والحاجة الثانية لو حد جونيور سينيور بقى هيشوف الداتا اللي هي الدكتوره نيفين قالت لنا كده هنت عنها نشوفها شويه ان سيستماتيك واي اكتر. خلينا نشوف هي الترايل اتنشرت في لانسيت. احنا الاكسباند اكسبلورينج ذا افيكسي اند سيفتي اوف سبونيمود بيشنت وذ سكندري بروجريسيف ام اس. دي اول حاجه زي حتى بيعملوا الاختصارات بتاعه الاستدي يعني مش لازم ناخد اول اسم من كل حاجه. في يعني ايه اكسباند؟ عايزين نشوف الافيكسي والسيفتي بتاع السبونيمود في العينين السكندري بروجريسيف ام اس. ليه كده؟ زي ما طبعا سمعنا من الدكتوره ساندرا والدكتوره نيفين احنا دايما بنعمل كده يعني بنغمي عينينا كاننا مش شايفين العيان مع اننا عارفين ان 50% من الريميتنج ريلابسنج ام اس في خلال 10 15 20 سنه هيقلبوا سكندري بروجريسيف اللي هم اكيد اقل في الريلابس واكيد اكتر في الكوميليتيف ديسابيليتي بروجريشن. تمام؟ فاحنا ليه عملنا السبوني مود؟ عشان نجاوب على السؤال ده، هل السبوني مود يقدر يسلو ديسابيليتي سيفلي العيانين والسكند بروجريس في ام اس ولا لا؟ الترايلز طبعا اللي هي ترايلز الادويه دي الدكتوره ساندرا اتكلمت عنها باستفاضه في منتهى الروعه انها غالبا ما حققتش التارجت اللي احنا عايزينه. طيب دي تقريبا الجدول اللي هو لامم كل الاستدي. لو بس تلاحظوا الحاجه الملحوظه قوي في الاكسباند جايه ان هي اكتر تقريبا نمبر اوف بيشنت ريكروتد ساكن البروجريسيف ام اس كومبيرد بكل الاستديز اللي قبل كده اللي اشتغلت على الار ار ام اس او البي بي ام اس. اي استدي لازم نبقى عارفين الاستدي اتعملت على مستوى 31 دوله جمعوا 1650 عيان. دايما في مخنا هو ايه الاوبجكتيف؟ يعني ايه الريسيرش كويتشن بتاعنا؟ مفيش حد يكتب بروتوكول ولا يخش ريسيرش او يقرا بيبر الا ما يعرف هي فين الاوبجكتيف؟ يعني فين الريسيرش كويتشن بتاعنا؟ خلاص احنا كلنا حفظنا احنا عايزين نشوف افيكسي وسيفتي بتاع السبينجولومود في مين؟ في السكندري بروجريسيف ام اس. بقى البرايمري والسكندري اند بوينت انا امتى هنهي الاستدي؟ هقول بقى هي سكسسد ولا مش سكسسد او اعرض الريزلت بتاعتي. البرايمري اند بوينت احنا بنتكلم على ديسابيليتي العيان انت وصل لثلاث شهور كونفيرم ديسابيليتي بروجريشن اساس طبعا بالاي دي اس اس ده البرايمري اند بوينت. اول ما العيان يوصل للنقطه دي خلاص هو بيخرج بره الاستادي خلاص هو توصل للاند بوينت.
تمام. هيوصل بقى بعد قد ايه السبوني مود فرق عن البلاسيبو، هنشوف كده. السكندري اند بوينت حاجات كتير جدا بتخدم نفس الكلام، حاجات ليها علاقه بالبروجريشن، مش 3 شهور بقى، ممكن كمان 6 شهور حاجه. والحاجه الثانيه ليها علاقه بالايمجنج، كانت اكتيفيتي ولا بروجريشن. حاجه مهمه جدا 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 السب جروب اناليسيس. سب جروب اناليسيس هقول لكم هم قسموا في الاكسبان سب جروب، لان كل واحد وهو بيقابل هيفتكر اه العيان ده كان في السب جروب الفلانيه، العيان ده كان في السب جروب الفلانيه. وفي الاخر برضو من الكي سكندري اند بوينت سيفتي وتولرابيلتي، ده طبيعي. خلينا نشوف انكلوجن والاكسكلوجن كريتيريا بتاعه الاستدي دي، عشان هي وده اللي هنطبقه على اختيارنا في العيانين بتوعنا واحنا بنوصف لهم وليمون. هم خدوا عيانين عادي من 18 ل 60 سنه. العيان ده كان ار ام اس وما فيش ريلابس لمده 3 شهور قبل الراندمايزيشن. تمام. سكندري بروجريسيف ام اس يعني ايه؟ اتليست 6 شهور هو عنده بروجريشن. اما العيان اللي سمعنا مع دكتوره نيفين كده بدون ريلابس، هو العيان عمال ينزل بدون ريلابس. تمام. اي اس اس واخدينها فيري وايد رينج من 3 ل 6.5. بس خلي بالكم انا الايفيدنس بتاعي، انا قلنا في البرايمري اند بوينت لما الاي دي اس اس يزيد، يزيد قد ايه؟ والله لو العيان امبلنت من 3 ل 5.5 لازم يزيد 1 عشان اقول ده اه ده وصل لكونفيرمد ديسابيلتي بروجريشن. لو زاد نص ده هو العيان اللي 6 ل 6.5، يعني يا اما بقى بايلاترال، كان يونيلاترال بقى بايلاترال، او بقى بيتشر، بقى ده العيان ده بروجريس. اكسكلوجن بقى، الاكسكلوجن دي لازم نبقى عارفين كويس جدا ان هو طبيعي، ده حاجه هتتكلم على الاميون. هو بيتارجت الاميون سيستم، فخلي بالنا ان احنا هنكسكلود كل العيانين اللي فيه مشكله ايمونولوجيكال ثانيه، عنده كاردياك بروبلم وزي ما الدكتوره نيفين قالت لكم كده، والبالمونري كونديشن، الماكلور إديما علشان قصه الفينجلمود زي الفينجلمود بالظبط، انكنترول دايبيتس، سيتوكروم 2C9 جينوتايب ده 3-3، وده اللي هقف عنده لحظه عشان نراجع معلوماتنا، لان دي حاجه تبقى مهمه جدا قرارك العيان ده هياخد سبوني مود ولا مش هياخد. وطبيعي العادي اللي هو زي الفينجلمود الفاريسيلا زوستر فيروس انتي بودي او نيجاتيف، ما ينفعش العيان ده ياخد بقى، هياخد الانتي بودي الفاكسين الاول. خلاص عرفنا كده الانكلوجن والاكسكلوجن كريتيريا، تاني حاجات متوقعه. تمام. طيب خلينا بقى نبص نظره نرجع كده لسنه اولى وثانيه، نشوف ايه هو السيتوكروم بي. تمام كده، السوبر فاميلي سيتوكروم بي 450، السب فاميلي 2C9. خلي بالنا ده موجود في البني ادمين، سيتوكروم بي 450 سوبر فاميلي ده في فاميلي 1 و2 و3. احنا بنتكلم يهمنا قوي اللي هو بيعمل ميتابوليزم للسبوني مود اللي هو سيتوكروم بي فاميلي 2. تمام كده، سي اسمها سب فاميلي، يبقى سيتوكروم دي كلها اسمها سوبر فاميلي. سوبر فاميلي دي فيها 1 و2 و3، احنا بتاعنا 2 اللي هي الفاميلي، سي سب فاميلي 9 ده specific انزيم بيشتغل على حاجه معينه على دواء معين. كتير جدا من الادويه انزيم انديوسر، انزيم انهبيتور، الانزيم ده بيكسر الدواء ده، والانزيم ده بينهانس الدواء ده. فاحنا ده الانزيم اللي يهمنا جدا، اي حاجه في جسمنا لازم هتبقى كنترول جينيتك. تمام كده، ده السيتوكروم. الحاجات الرمادي دي اللي هي فيها ميوتيشن، فيها بوليمورفيزم، تلاحظوا ده التارجت بتاعنا 2C9 ده. خلاص خلينا نشوف بقى اهميه النقطه دي ايه، وانا هابلاي النقطه دي ازاي. خلاص ده الميتابوليزم بتاع السبوني مود، ان هو بيحصل فيرست باس ميتابوليزم. شايفين ميتابوليزم بايه؟ اكتر من اواو 80% من السيتوكروم 2C9، بعديها يليه 3A4. وهقول لكم ليه بقول لكم السيتوكروم ده، مع انها حاجه الواحد ما كانش بيبص عليها قوي، لكن بقى لا مهمه جدا 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 دلوقتي. هقول لكم ليه ابلكيشن هتتخيلوا، ادويه بسيطه جدا ليها افكت على السيتوكروم 3A4 و2C9، ممكن تفرق جدا في الافيكاسي بتاع الدواء. تمام.
خلينا نشوف هو احنا بعد المفروض العيانين دول في جيناتيك ستادي عشان نشوف البوليمورفيزم اللي موجود في السيتوكروم 29 اللي هو الجينوتايب. خلاص هو بياخد قليل من الام وقليل من الاب، واحد 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 اتنين اتنين اتنين، خلاص لغاية كل ده. ده لو عندهم الجينوتايب ده العيان هيبقى بسرعة جدا هيميتابولايز السبونيمود، مش هيأكوميليت. شايفين مثلا اتنين واتنين دي هيأكوميليت 25%، تمام؟ لكن شايفين اللي هو واحد واحد ده سوبر، يعني سوبر مش هيبقى فيه بقى، مش هيتعرض لتوكسيستي ولا حاجة، تمام؟ خلينا نشوف واحد تلاتة واثنين تلاتة اللي هو الجينوتايب واخد قليل واحد وقليل تلاتة. طبعا دي حاجات لها جيناتيك مش مهمة دلوقتي خالص، بس احنا بنتكلم واحد وتلاتة اثنين وتلاتة دول اسمهم انترميديت تابولايزر. شايفين الاكيوميليشن قد ايه؟ اكيوميليشن 61% و91%، فده انترميديت ميتابولايزر، يعني اللي عندهم واحد وتلاتة واثنين وتلاتة مش هيكسروا السبونيمود بسرعة، مش هيميتابولايز بسرعة، وبالتالي الجرعة بتاعته هتفرق. الجود ميتابولايزر اكستنسيف ميتابولايزر هناخد الجرعة العادية 2 ميلي جرام تايتريشن اللي هنقولها دلوقتي، لكن الانترميديت ميتابولايزر اللي هو 1 3 و 2 3 لا، ده هياخد الجرعة اللي هي 1 ميلي جرام. أما 3 3 اللي عنده قليل 3 من الأم و 3 من الأب مش هينفع، ده اسمه بور ميتابولايزر، فاهم كده؟ شايف هيأكوميليت قد إيه؟ ده كونترا انديكيت، ده اكسكلودنج. عرفنا بقى هم اكسكلودنج ليه القصة دي؟ الاكسكلوجن كرايتيريا. يبقى لما شايفين الثلاثه دول والثلاثه دول، يمكن التايتريشن بتاع الامريكان مختلف عن التايتريشن بتاع اليوروبيان. فده التايتريشن بتاع الامريكان هما بيعملوا ايه؟ من دي 1 لدي 5 هياخد جود ميتابولايزر، هنقعد ربع في ربع زي ما الدكتوره نيفين قالت لغايه ما نوصل لايه 2 مل، 1 وربع بعدين 2 مل. اما الناس اللي الانترميديت ميتابولايزر لا، هيمشوا كده لغايه ما ياخدوا 1 مللي جرام بس، تمام كده؟ وطبعا ده كونترا انديكيتد، خلاص عملناه، يبقى العيان ده مش هينفع لنا سبوني مود خالص. خلينا نشوف بقى ايه الاستادي ده. احنا شفنا انكلوجن اكسكلوجن، استادي ديزاين ايه؟ فيس 3. يعني ايه فيس 3؟ يعني بعد الاستاديز اللي الدكتوره نيفين قالتها دي على الانيمال استادي وحاجات راندوم على الهيومن كده، خدوا بقى لارج نمبر، ا بيج نمبر اوف بيشنت، خلاص عشان يشوفوا عليه الدواء الافيكاسي والسيفتي. سيب كنترول يعني ايه؟ دبل بلايند، يعني ولا انا دكتور بدي السبونيمود ولا العيان كبيرسيف السبونيمود عارف ان هو بياخد سبونيمود او بلاسيبو، تمام كده؟ ايه كمان؟ دبل بلايند اللي احنا قلناها. والحاجه الاخيره راندمايز، يعني بكمبيوتر كده العيان الاولاني ده تعالى انت هتاخد القرص ده، ده ممكن يكون سبونيمود وممكن يكون بلاسيبو، بريشيو قد ايه؟ 2:1. الراندمايزيشن دي 2:1، يعني كل قصاد اثنين هياخدوا سبونيمود، واحد هياخد بلاسيبو. ده عشان يشوفوا يدرسوا اكتر السبونيمود، دي ميزه في الاستاد، دي باور في الاستاد. تمام، ده تقريبا كان المنظر. شايفين كميه دول، كميه الناس اللي هتاخد السبونيمود، والجري دول الناس اللي على البلاسيبو. خلي بالكوا الافرج اي دي اس اس 5 ال 5 وي، الافرج ايج ده السن بتاع السكندري بروجريسيف، فهم كده؟ الافرج تايم سينس ذا اونست اوف ام اس، وده الافرج اللي هو من 15 ل 20 سنه، تمام؟ وخلي بالكم في ناس اكتف، ممكن في ناس أكتف. في ناس بتمشي بايد، طبعا اكيد ما دام 5 وشويه الافرج يبقى في ناس 6 و6 ونص. في ناس كانت بتاخد دي ام تي قبلها، حوالي اباوت 80% كان بياخد دي ام تي قبل كده، وده لوجيك. ده احنا العيان ده جاينا من ترانزيشن من ار ار لسكندري بروجريسيف، تمام؟ ودي تقريبا يعني المقارنه اللي هي البيز لاين. فدايما اي حد بيعمل اي ريسيرش، هاتوا يا جماعه الكاركترستيك، البيز لاين كاركترستيك، احنا سيبوني مون قصاد بلاسيبو هم زي بعض ماتشد. لو بصينا هنلاقي ماتشد في الكاركترستيك بتاع الام اس بتاعهم كتايم والكونفرجن لسكندري بروجريسيف، هتلاقي ماتشد نمبر ان هم ما عندهمش ريلابس اخر سنتين تقريبا، اهو 64 و63%. هتلاقيهم ماتشد في الاكتيفيتي بتاع الام ار اي اللي عندهم اكتيفيتي 21 21. القصد ان خلاص هو موضوع دبل بلايند لمده، هقول لكم دلوقتي 3 سنين سبوني مود قصاد البلاسيبو، تمام كده؟ ادي ايه بعد كده في جزء
ما فيش اكتيفيتي وجزء اكتيفيتي. طب احنا عرفنا الاكتيف اس بي ام اس ازاي؟ تعالوا نشوف الاستادي عرفتها ازاي. وانا شايفه انه تعريف لوجيك يعني عرفته. تقول اكتيف انت بتعمل بتشوف العيان بتاعك قبل ما تدخله الاستادي حصل له ريلابس واكتر في السنتين اللي قبل الايه الراندمايزيشن، او عنده اكتيف جاد ليجن ات ذا بيز لاين قبل ما تخش له في الراندمايزيشن. يا ده يا ده، عشان بنسميه اكتيف اس بي ام اس. خلينا نشوف بقى امال مين الرابيدلي ايفولفنج، يعني عيان رابيدلي بروجريسنج اللي في خلال سنتين قبل ما يخش الاستادي الاي دي اس اس عالي 1.5. فاكرين ما كنا بنقول احنا بنشوف بروجريشن لو 1 ولو نص على حسب الاي دي اس اس؟ لا، لقينا الاي دي اس اس نط 1.5، ده اسمه رابيدلي ايفولفنج بيشنت. تمام كده؟ انها ياخدوه كسبجروب. فلو تلاحظوا حتى لما خدوا كل العيانين الاكتف، تمام كده، في السبوني مود جروب في البلاسيبو جروب الاوفرول اكسباند اللي هي 1600 وحاجه، لو تلاحظوا الارقام شبيهه جدا ببعض، شبيهه جدا اهو. حتى يعني الريلاكس حاجات و70 حاجه و80، ده الاكتف. شايفين الاكتف قريبين جدا من بعض. بوني مود وبلاسيب، كل ده احنا عايزين نثبت ايه؟ ان يا جماعه احنا مدخلين الاثنين زي بعض في كل الكاركترستيك. الريزلت اللي هتطلع بقى هي اللي هتقيس مين الحاجه اللي متغيره، مين الحاجه الثابته. السبوني مود ان هو في حد خد وفي حد ما خدش. خلينا نشوف بقى ايه الاستادي ديزاين كانت ايه. قالت والله احنا في حاجه اسمها كور، اللي هو كور اندمايز دبل بلايند سيبو كنترولد اب تو 3 ييرز ديوريشن. يعني اب تو 3 ييرز، مش كل الناس قعدت 3 سنين. ليه؟ امتى العيان خلاص يعتبر هيخرج؟ هيخرج لو حصلت عدد الايفنتات دي 3 شهور كونفيرم ديزابيلتي ريشن، او تعرض اكتر من سنه للسبوني مود. وبعدين بعد ما خلصوا دي ولقوا نتائج مرضيه الى حد كبير وهنقولها دلوقتي، عملوا حاجه بقى ايه الاكستنشن. ايه اكستنشن؟ خلاص شالوا الباينس او بالليبل، خلاص كله عارف مين بياخد ايه لغايه اب تو 7 سنين. تمام كده؟ معظم الاناليسز عاملينها لغايه 5 سنين الاستاتستيك اناليسز. يعني ادي المنظر اللي احنا بنقول عليه راندمايز سكريننج الاول عشان ناخد انكلوجن واكسكلوجن للناس اللي بتعمل ستاديز. بعدين عملنا راندمايزيشن 2-1، كل 2 هياخدوا سبوني مود قدامهم 1 بلاسيبو، وهيمشوا كده من 0 ل 3 ل 36، يعني 3 سنين اهوت. وبعدين على طول بيوقفوا بقى اند اوف ذا كور ستادي اللي هي البلايند، بعدين نفتح اوبن ليبل اكستنشن اون جوينج اب تو 7 ييرز. دايما في فيزيت، لو تلاحظوا هو في حاجات كل 3 شهور بيتعمل الاي دي اس اس، كل سنه تقريبا بيتعمل الام ار اي والكوجنيشن. طيب خلاص انا كده عرضت لكم الاستادي. عملوا ايه؟ جمعوا العيانين ازاي وهيعمل لهم هيمشوهم ازاي في الباث واي بتاعهم اثناء الاستادي. ايه الاوت كام قلناه؟ هنأسس الاوت كام ده ازاي عشان هو ده اللي هنمشي بقى فيه في الريزلت، لان هي دي اللي تهمنا. البروجريشن هنقيسه بالثلاث حاجات دول، دي اس اس 3 شهور، تمام، ال 25 فيت ووك تيست، والام اس ووك تيست اللي هو 12 ايتم هوريه لكم. انا شايفه ان حاجه ظريفه جدا ممكن نعملها حتى في الكلينيك يعني. تمام، الانولايزد ريلابس ريت ده شوف في العيان بيبروجريس ولا لا. بصوا بقى هنا الانولايزد ريلابس ريت ده هنا بيتست الاكتيفيتي. الام ار اي حاجتين، تست في داد الليجن، تمام كده، كونتراست انهانسنج ليجن، برين اتروفي، كمان الحته بتاعت الريمايلينيشن اللي الدكتوره نيفين قالت عليها هوريكم صوره ليها حالا. تمام، والحاجه الاخيره والاهم هي الكوجنيشن اللي بالايه سمبل ديجيت موداليتي تيست. ده حاجه فيري سمبل هنيجي هنقولها حالا دلوقتي. شايفين ده اللي هنمشي فيه عشان نعرض الريزلت بتاعتنا. وخلي بالنا احنا هدفنا ايه، احنا بنترجم الريزلت اللي بنشوفها في العيانين هو ليه انتي انفلاماتوري افكت انولاز ريلابس ريت والكونتراست انهانسنج والانكريز في التي 2 ليجن لود، ولا ليه
انتي نيورو ديجنريتيف ميكانيزم اللي هو بقى الايه اساس البروجريشن الكوجنيشن البرين اتروفي تمام كده. ال 25 فيت ووك تيست كده احنا محتاجين زي حبل كده عباره عن 225 فيت اللي هو 762 سنتي سهل قوي ونقول وستوب ووتش وقلم ورقه ونقول للعيان ايه امشي بسرعه كتلي بوسبل سيفلي بوسبل لازم يكون سيفلي لو محتاج يمشي يمسك سبورت يمسك سبورت المهم يمشي سريع وسيفلي تمام كده. ونحسب الستوب ووتش النورمال بتاعها ايه النورمال ان هو يكون ياخد المسافه دي في اربع ثواني تمام كده. لو اكتر من كده ممكن العيان ده يفولو نفسه بعد العيان ده بياخد المسافه دي في اربع ثواني خمس ثواني في ست ثواني في سبع ثواني ايه لقوا كل ما العدد بيزيد العيان ده بيفقد الاوكيوبيشن بتاعته عشان الامبيوليشن بتبقى افكتد. خلينا نشوف ال 12 ايتم ام اس ووك سكيل برضو ده عملوه كوتشينير 12 كوتشينير من واحد لخمس العيان ممكن وهو قاعد في العياده كده نعرفه ويعمله ونطلع توتال سكور اوت اوف 60 ونطلع برسنت. وفي كيرف هنا انت ممكن انت ترسم الكيرف للعيان ده حاجه عشان نبيك اب عشان الحته اللي الدكتوره نيفين بتقول عليها نلقط العيان بدري ونلقطه في الترانزيشن هنلقطه ازاي بالدوكيومنتد فول اب. الحاجه الاخيره في الميثودولوجي اللي هم قالوا عليها السمبل ديجيت والنورمال شايفين المنظر ده اللي هو مش عارف التست ده هو بيبقى عامل كده بالظبط الورقه دي شايفين قول دي سمبل اهو ده ارقام واحد قصاده دي اثنين قصاده دي ثلاثه قصاده دي ونجيب له ورقه فاضيه هو يقول لنا انا معايا الحل شايفين ده محلول. دكتور اسامه ربنا يكرمه هو اللي عمله لنا العربي يعني قعد وعمل واحده واحده للعربي يعني دكتور اسامه يعقوب النورمال امتى انا بعمل ستوب ووتش 90 ثانية هيعمل هيقول لي كام رقم نورمالي 34 ده الكات اوف بتاع النورمال 34 تمام كده. خلينا نشوف بقى خلاص خلصنا تنسوش بعد ما خلصنا كل الميثودولوجي ده اخر حاجة في الميثودولوجي ديكلاريشن اوف هيلسينكي اللي هو الايثكس الايثيكال كوميتي دي طبعا لازم عندهم ده 31 دولة في اوروبا فيعني يعني خلينا نشوف بقى ايه الريزلت الريزلت واحنا ماشيين انا في مخي هو اللي انا بعرضه لكم ده اكتيفيتي ولا بروجريشن تمام. خلينا نشوف اول واحده بروجريشن هو ده اللي يهمني اكتر شويه تمام. زي ما انتم شايفين كده اللي هو البرايمري اند بوينت 3 شهور كونفيرمد ديسابيلتي بروجريشن 21% الاوفرول 21% قلت البروجريشن تقريبا خمس العيانين في الاكتيف لا اكتر الاكتف كام؟ تلت العيانين. معنى كده برضو لو خدنا العيان وهو لسه فريش الدنيا الامل اكتر عشان كده نبدا اكتر. نفس يعني النصيحه اللي قالتها الدكتوره نيفين فيري فيري بريشس تمام. الحاجه الثانيه ست شهور كونفيرمد ديسابيلتي بروجريشن شايفين اوفرول نفس الكلام السبوني مود ده الكابل ماير كيرف اهو كل ما الكيرف اهو ماشي مين اللي اعلى مين البروجريشن بتاعه نسبته اعلى اللي هو البلاسيبو وقل يعتبر اللي بياخد سبوني مود قل 26% ولو اكتف اكتر من ثلث العيانين زي ما انتم شايفين كده تمام. خلي بالكم دايما الحته اللي هي اوفرول لما يبقى في سب جروب اسمها بوست هوك اناليسيس كل الجروب اهي والبوست هوك اناليسيس يطلع الناس الاكتف الديفينيشن اللي احنا قلناها الاكتف تمام. اتمنى انكم تكونوا معايا يعني. أدوية طب هو الدواء نفسه فرق العيان اللي بياخد اي دي ام دي انترفيرون خد انترفيرون او اي دواء تاني انترفيرون اني تايم او انترفيرون موست ريسنت شايفين يا جماعه ريسك ريدكشن الاكتيفيتي ما فرقش تقريبا كله حوالي فوق ال 30% 30 45 48%. بس خلي بالنا هو بيعمل شيفت هم قايلين ايه شهرين لغايه ما ندي ووش اوت بيريد للفينجلمود والدايميثايل فيوميريد ست شهور للنتيزولومات لو عيان بياخد سايكل فوسفايد نستنى سنه لو عيان بياخد ريتوكسيماب اكرولوزوماب كلادريبين استنى سنتين والترفلوناميد طبعا فيها قوي يعني اكسلريشن ان احنا اليمينيت ممكن قوي اليمينيت ونشفت على السبونيمود لو احنا حاسين العيان ده خلاص بيخش في محقق الكرايتيريا بتاع السكند بروجريسيف وخصوصا الاكت
SPMS. تمام؟ ايه كمان في الامبيليشن يخليني قلبي يطمن شويه؟ خدوا بس الناس الكور اللي هم كانوا بلايند، اللي هو كان احنا مش عارفين ولا مجاملات ولا كلام من ده، شايفين اهوت، لقوا العيان اللي بياخد سبونيمود عشان يبقى بي اس اس يوصل 7 فاهم كده، محتاج 4 سنين وشويه، لكن البلاسيبو قبل كده بكتير ممكن عيان يوصل لاي دي اس اس 7. خلي بالنا من الحته دي تمام كده، خلي بالكم هو بيتكلموا على بيز لاين بي اس اس 6.5 تمام. الحته دي بروجريشن، فهو معنى كده ان هو ليه افكت في ان هو بيارست البروجريشن او بيقلل الريسك اوف بروجريشن. طب الانولايز ريلابس ريت اللي احنا بنحسبها بالطريقه دي ايه رايكم؟ دايما شايفين الاوفرول قلل 50% الاكتيف قلل اكتر من 45% تمام، قلل الاكتيفيتي قلل الريسك ان العيان يخش في ريلابس الفتره دي الفتره بتاعه الكور تمام. ادي اكتيفيتي الام ار اي، هنقف عند الام ار اي. لازم نبقى عارفين الام ار اي فيها حاجات مع البروجريشن، ماركر للبروجريشن، فيها ماركر للاكتيفيتي، وماركر كمان للريمايلينيشن. دي الحاجه الجميله جدا تمام. فخلينا نشوف انفلاماتوري لقى ان هو بيقلل تي 1 ليجن بنسبه كام؟ above 80% تمام كده، في ان كان اوفرول وان كان الاكتيف اس بي ام اس تمام. وايه كمان؟ تي 2 ليجن بيردن تمام كده، ان هو الليجن بتاع التي 2 ما يحصلهاش اكسبانشن. دايما بنلاقي العيانين ايه التي 2 تبقى ملمومه كده، نلاقي الموضوع بيوسع. لا هو هتلاقيه قلل. وشايفين هو اكيد طبعا عيان ام اس بيبروجريس على مدار بيز لاين سنه سنتين، هنلاقي الليجن التي 2 شايفين الفوليوم بتاعه بيزيد هنا لكن تقريبا ستيشنري. لكن بصوا البلاسيبو اهو شايفين الفرق، فطبعا واضح الفرق جدا تمام. ودي حاجه مهمه جدا عشان دي ماركر للبروجريشن. اما بقى النيو تي 2 ليجن تمام، شايفين برده نفس الكلام، وفي فرق جامد جدا سيجنيفيكانت ريدكشن في النيو تي 2 ليجن تمام. بالتالي بالتبعيه ليها علاقه بالايه؟ البين اتروفي. الارقام متهيألي كلكم شايفينها في اول سنه ثاني سنه، كانت الجراي ماتر، الثلاميك اتروفي اللي هي بتاعت ام الكوجنيشن كلها طبعا تمام كده، والتوتال برين اتروفي تمام. ده بعد سنه وده بعد اي سنتين من الكور بورد تمام. هيدي امباكت طبعا، هيدي امباكت على ايه؟ لو البرين اتروفي بيقل بالتالي الكوجنيشن هتتحسن. دايما شايفين كده، شايفين البروجريشن، شايفين ان ده كده البلاسيبو، ده الاسبونيمون، البرسنت اوف برين فوليوم تشينج، شايفين اللي تشينج هنا بالنيجاتيف، البلاسيبو اكتر سيجنيفيكانتلي من الاسبونيمون. السب جروب اناليسيس، خلاص احنا خلصنا العرض بين الاسبونيمود والبلاسيبو، خدنا جنبنا سب جروب اناليسيس ليها علاقه بس بالاكتيفيتي، لكن في سب جروب ثانيه كتيره جدا ليها علاقه بالجري ماتر فوليوم، ثلاميك اتروفي، الايج اكيد، ديزيز ديوريشن اكيد، اي دي اس اس اكتر واقل من 6، السمبل ديجيت اقل واكتر من 43، انا قلت 43 تمام كده، الاكتيف نون اكتيف اس بي ام اس وزاويه ريلابس وهكذا. فشايفين كل السب جروب دي تمام كلها اسبوني مود فرق. لو تلاحظوا كده هنلاقي ايه؟ حاجه واضحه جدا جدا جدا، هنا مثلا عند سن 40 فيفر الاسبوني مود، هنا مثلا اي دي اس اس سكور ات بيز لاين 4 و5 تمام. فالاسبوني مود هنلاقيه ريديوس الكورتيكال جراي ماتر اتروفي، سلامك اتروفي، لكن طبيعي ان كان في الاولد ايج شويه اكتر او اقل من 45 سنه، ديزيز ديوريشن قل هنا يقلل هنا، يمكن بنسب مختلفه تمام. لكن عشان كده كل ما هنبدا السكوني مود مور ايرليير، كل ما هنلاقي هنارست
الاتروفي ايريال. تمام. الحته اللي ظريفه جدا 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 اللي هي الماجنتايزيشن ترانسفير ريشيو، كل ما نقول قدامنا الكلمه دي على طول دي ليها علاقه بالنيورونال انتجريتي المايلين دينستي. تمام كده. وبالتالي هي انديكيشن تعمل ايه؟ كانها بتعمل ماركر للريمايلينيشن. وانا حاطه علامه استفهام لان طبعا دي حاجه محتاجه يعني اناليسز اكتر. يمكن الدكتوره نيفين قالت المعلومه الظريفه جدا 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 اللي هي عشان الافينيتي بتاع اس بي اس 1 بي 5 على الـ على الـ على الاوليجودينتروسايت وعلى الـ على السبورتيف سيلز اكتر بكتير من الاس 1 بي 1. تمام. فبصوا هنا مثلا ده دي مايلينيشن وهنا فيها لو ماجنتايزيشن ترانسفير، لكن هنا شايفين المنظر ده تقريبا اختفى، معناها ان الليجن ده كان موجود واختفى هنا، معناه كده حصل سام سورت اوف ري مايلينيشن، المايلين دينستي اتحسنت. تمام كده. ده تقريبا زي ما الدكتور الفجر ده الدكتوره نيفين قالته ان هو ده بالسالب، شايفين يا اما السالب بس فيكم فرق بين البلاسيبو والسبوني مود جروب، او كمان ده بقى بالبوزيتيف كمان يعني حسن النورمالي ابييرنس جراي ماتر والايه ابييرنس وايت ماتر والجراي ماتر وكورتيكال جراي ماتر. تقريبا اخر اناليسز اللي هي الكوجنيتيف بروسيسنج بقى اللي هي السيمبل ديجيت اللي هي في 30 ثانيه، بس خلي بالنا بقى 90 ثانيه اسفه، خلي بالنا الكات اوف للكلينيكالي ريليفنت دي حته مهمه جدا في الميثودولوجي هم كاتبينها، مش اي زياده وخلاص او اي تحسن وخلاص، لا لو العيان مثلا كان بيدي 60 بقى 56 هو كده سوري هو كان بيقول 54 مثلا بقى يقول 60 سيمبل، يبقى كده هو زاد اكتر من 4 بوينت، هو ده الكلينيكالي سيجنيفيكانت. تمام كده. وعشان كده هم عملوا الاناليسيس دي، جابوا الناس السبوني مود اللي هم والبلاسيبو الاثنين في ناس اتحسنت اكتر من 4 بوينت في السيمبل ديجيت، شايفين ادي السبوني مود برسنتج على. تمام كده. ما فيش تشينجز تقريبا قريبين من بعض، حتى الورسن لا البلاسيبو بقى ورسن اكتر، شمين ان هو الايفكت اللي عمله في الام ار اي اللي شفناه تمام كده في البرين فوليوم بقى ليه امباكت على البروسيسنج او الكوجنيتيف سبيدنج بروسيس. تمام. السيفتي والتولرابيلتي وبالمره كده الريسك ميتيجيشن لانها تقريبا تو سلايد وكده يبقى خلصنا الاستدي، احنا كده خلصنا كل الفايندنج. خلينا نشوف بقى احنا قبل ما نبدا زي ما بنبدا في الفينجل مود بس في فروقات بسيطه، ايه هي الفروقات البسيطه؟ اهم حاجه طبعا الجينيتك تيست طبعا عشان نشوف هو جود ميتابولايزر ولا انترميديت ولا بور ميتابولايزر ذا كونترا انديكيت. تمام. الحاجات المعتاده اللي انتم عارفينها كلها بقى الكاردييك اسسمنت والسي بي سي البريجننسي تيست. تمام كده. والماكيولر اديما وخلي بالنا ان احنا نافويد ان احنا ندي معاه اميونو سبريسنت اسم تشانل بلوكر. تمام كده. وسيتوكروم بي اندكشن اللي مشهور قوي ايه يا جماعه؟ ممكن حد يقول لي يفتح المايك لو هينفع يقول لي مين السيتوكروم اندكشن اللي كتير جدا بنكتبه عشان النيوروباثيك بين؟ ايه رايكم؟ حد فاكر؟ تهيالي اكتر واحد بيكتب وكلنا بنكتبه تجريتول صح كده الكربامازيبين. خلي بالنا ده ممكن تديه يعمل اكتيفيشن لده يخليك ايه يخلي الموضوع في امبالانس بقى اوريكم دلوقتي في الاخر. خلاص انيشيشن خلاص الدكتوره نيفين قالتها فيري بيوتفلي كده تماما. وخلي بالكم الكاردياك فولو اب مش كل العيانين اللي عندهم ready history of cardiac problem مش زي الفونجلي مود. تمام. بعد كده بس خلي بالنا هيبقى 2 ملي او 1 ملي حسب الجينوتايب. تمام كده. ولو وقفنا زي ما الدكتوره نيفين قالت 4 دوزز 4 ايام احنا بنريبيت الفولو اب بنريبيت الاف دي او لو هو اساسا ايه كارديك عنده اساسا براديكارديا عنده history of first او second degree heart block خلاص كده او عنده ام اي هارت فيلير في اخر 6 شهور قبل ما انيشيت دواء. خلاص.
وكلكم عارفين الدي او بقى بنعمل ايه والفولو اب والكلام ده سيفتي او السايد افكت بتاعته زي ما انتم شايفين كده الاولوفر الفنجلي مود والبلاسيبو تقريبا زي بعض منينات حاجه سيريس تقريبا زي بعض تمام الحاجه اللي اضطرت للعيان سايد افكت خلى العيان يوقف الدواء تقريبا قريبين من بعض 8% و5% حتى ايفن المورتاليتي قريبين جدا من بعض ده اربع حالات وده اربع حالات خلي بالكم هما بقى قايلين ده ايه الاربع حالات دول ماتوا من ايه وايه الاربع حالات دول ماتوا من ايه دي مش موضوعنا دلوقتي تمام خلي بالنا في سيفتي ايشو ليفر خلاص كده مهم جدا هارت ماكيولار اديما هايبرتنشن الهربس زوستر الكونفولشن انهم لقوا عيانين 2% تمام كده من الناس اللي خدت سبوني مود عندهم جالهم كونفولشن هم بالظبط 19 عيان لما حللوهم كده لقوا 2% من 2 عيانين و17 جزء منهم اساسا كان ابيليبتيك من قبل السبوني مود تمام كده فيعني ان هو يعمل هو اللي انديوس كونفولجن عليها ابيك شمور خصوصا ان اساسا في حاجات في الانتي ابيليبتوجينيسيس بيستعملوا فيها الفنجل مود تمام خلي بالنا لو امتى توقف لو الليفر فانكشن زادت 3 فولد زي ما احنا عارفين طبعا في بلاننج اوف بريجننسي او في بريجننسي او لاكتيشن طبعا في الايرا بتاعه الفاكسينيشن خلي بالنا لو بندي لايف اتينويتد لازم نستنى اربع اسابيع بعد ما نبدا الدواء عشان الفاكسين يشتغل تمام الحاجه المهمه جدا 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 دراج دراج انتر اكشن لو عيان مثلا بياخد انتي فانجل اللي هو بيعمل انهيبيشن الانزيم اللي بيميتابولايز السبوني مود طبيعي هو بيعمل انهيبيشن للانزيم اللي بيكسر احنا محتاجين جرعه صغيره صح يبقى 1 ملي جرام لكن لو حاجه اندكشن والمهمين جدا اللي بنستعملهم تقريبا كتير قوي الكاربامازيبين مودافينيل بيعمل ايه بيعملوا اندكشن لايه فين فاكرين السيتوكروم 3 اي 4 اللي انا قلت لكم هقول لكم عليه لان الاثنين دول بيعملوا اندكشن للاثنين دول وبالتالي بس كده لازم اقلل الاكسبوجر الايه حوالي 50 ل 67% عشان هو هيكسر الدواء في النهايه كده انا تقريبا قلت لكم تقريبا كل الانسايد بتاعتي في الترايل بتاعه الترايل بتاعه الاكسباند فخلي بالنا كده لازم نجو اهيد بسرعه للبروجريسيف ام اس وخصوصا الاكتيف فورم وده الكلام اللي احنا قلناه خلي بالنا ده المفروض الاكسباند ستادي دي هي اول واحده راندمايزد دبل بلايند وواخده عدد كبير جدا ويعني مساحه كبيره جدا من 3 لغايه 6.5 اي دي اس اس الحاجه الثانيه هو فعلا عنده سيجنيفيكانت ريدكشن في الكونفيرمد ديسابيليتي بروجريشن يعني ليها علاقه بالنيورو ديجنريشن وكمان ليها علاقه بالانفلاماتوري ديزيز والريمايلينيشن تمام كده الحاجه اللي بعد كده السيفتي بتاعته لان هو اكبر دليل ان في ناس كملت 5 سنين في الاكسباند واكتر من 5 سنين كمان مكتوب 7 سنين تمام والسيفتي بروفايل زي ما احنا شايفين كده الفرق بين البلاسيبو والكنترول والسبوني مود جروب مش فارق كتير فاتمنى في الاخر ان انا اكون وضحت شويه الاكسباند الترايل متشكره جدا على الاستماع وتحت امرك اي سؤال شكرا جزيلا شكرا دكتوره نيمين على المحاضره الجميله السيمبل الاليجنت الحقيقه الكومبريهنسيف برضو الحقيقه يعني السيشن النهارده كانت فيري يعني انجويبل بالنسبه لي انا بس عندي هو ما فيش اسئله غير سؤال برضو تاني الفينجولي مود والسيبوني مود مين يعني ليه السيبوني مود بيشتغل سكند بروجريسيف والفينجولي مود ما بيشتغلش سكند بروجريسيف والحقيقه انا محتاج انسايت منكم انتوا الثلاثه يعني دكتوره نرمين والدكتوره نيفين والدكتوره ساندرا وعندي سؤال لكل حد كده بسرعه فلو انتوا تبقوا معانا ممكن اسالك بس سؤال
بالحاله هبدا بالدكتور نيومين سؤال بس بالنسبه للستادي في الاكستنشن ظهرت حالات بي ام ال؟ لا او ظهرت ما فيش حالات بي ام ال خالص؟ لا ولا الجي سي فايروس كان بوزيتيف ما اتعملش اصلا؟ ما اتعملش لا ما فيش حالات ريكوردد يعني. اوكي حتى الانفكشن ريت يعني كان سيجنيفيكانت بين الكنترول وبين البلاسيبو وبين السبونيمود جروب. تمام. هو احنا برضه في نقطه تانية ريليتد للكرونيك اميون سبريشن اللي بيعملوا الفينجوليمود او بيعملوا السبونيمود، هل بقى مالجنسي ريسك في زياده او حاجه ولا برضه ما كانش فيه؟ وكان في حالات مالجنسي. تمام. طيب دكتوره ساندرا معلش حضرتك معانا؟ مع حضرتك. تمام. معلش هل يعني هو سؤال كده يعني طلع في دماغي وانا بسمعك، هل الكوجنيتيف امبيرمنت ده في حد ذاته لو هو دوكيومنتد وايفيدنس يخليني اغير الدواء انقل على يعني مبدئيا هقول اسكاليشن او ان انا اقول ان العيان ده باي ديفينيشن قالب سكند او قلب سكند بروجريسيف؟ الحاجه محتاجه هاي انتلكتشوال فانكشن فيرسس ان هو مثلا عيان اكتر شغال مانوال، بس المفروض ان احنا ما دام بدا يحصل كوجنيتيف بروبلم وتبقى واضحه وكونكريت او اوبجكتيف فيكس مفروض يعني ثيوريتيك المفروض ان احنا تو تشينج. مشكله طبعا الستاديز زي ما انا قلت معمول على وان دومين اللي هو مينلي الووكينج تيست او الاي دي اس اس، الاي دي اس اس العالي، وده اللي المفروض يتغير بقى في الستاديز ان احنا نبتدي نفكر في البيشنتس اللي هم عندهم ايرلي كوجنيتيف. انا عندي عيانه ماشيه على رجليها وزي الفل بس ما بقتش عارفه افتكر لولادها، ولا في other pathways بتساعد على remyelination؟ طيب زي ما انا وضحت في سلايد انه الرول بتاع ال S1P1 اقول لك الدندروسايتس الحقيقه مش verified. طيب I think ان احنا we are يعني خلصنا، فهو definitely العلاقه في علاقه عن طريق the stimulation of the oligodendrocytes، والموضوع ده محتاج further verification. يعني سؤالك في محله لانه الدكتور حاتم معانا اصلا ولا لا؟ هو احنا كده خلصنا يا بين؟ بين المفروض يعني خلاص نليف يعني يا بين ولا ايه؟ انا مش فاهمه بس انا كان النت قطع. انا مستنيه حاتم يطلع عشان هو المودريتور يعني، بس اي ثينك ان احنا خلاص احنا كده وي كان هو حتى الاتنديس مش موجودين. خلاص ما الناس الحمد لله خلاص الناس يعني خدت كل المعلومات الحمد لله. فخلاص اي ثينك ان احنا نقفل بقى يعني خلاص. وثانك يو مصر 2000، ثانك يو نوفرتس. اي ثينك السيشن النهارده كانت فيري ريتش الحقيقه يعني. حلو قوي صراحه، انا مبسوطه قوي. ثانك يو. كان في فلو حلو قوي. الفلو كمان صح بالظبط، فلو كنا بنسلم بعض كده بطريقه لطيفه جدا. فعقبال كل مره ان شاء الله وتصبحوا على خير. ثانك يو دكتور. ثانك يو دكتور. شكرا لك. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. باي باي.